Okay. Bellissimo. Pronto? السلام عليكم، كيفك يا اخوان؟ ان شاء الله بخير، كل عام وانتم بخير، عيد سعيد ان شاء الله. الصوت واضح ولا مشوش ولا كيف؟ بس حبيت الصوت واضح ولا لا؟ شكرا. ما في صوت؟ في صوت صح؟ في صوت ولا انا فاهم؟ في حسنا دقيقتين بس، منشن اللي بده أي واحد صاحبه حاب يحضر عشان بعدين نبلش إن شاء الله. في سنة حاولت إنه ما حضر يعني. اسمع عامل جبت تليفونك والله. كيف الصوت؟ في صوت؟ خلاص تمام. تشرح كيف؟ استغفر الله. بارك الله فيك. سمعت لها هي اكيد هي السؤال صارت لها تقول مستانسه عبد الحليم. كم صار لي؟ تعرف ولا ايش؟ خلاص ما راح اروح حفل البيت. ان شاء الله راح احفل ان شاء الله. اوكي، السلام عليكم جميعا، كيفكم يا اخوان؟ ان شاء الله بخير. طيب انا بعرف فقط عباره عن عمليه مراجعه، ويا اخوان لما احكي مراجعه يعني انا ايش نفترض؟ نكون درسي، نكون درسي المحاضرات جايه تراجع اونلاين، مش مراجعه درس كل محاضره جديد. فاحنا لما بنحكي المحاضرات هسه اول ربع محاضره دكتور زياد ناصر بدي ارجع لهم في النهايه اخر شيء، وخلينا نبلش بالمحاضره الخامسه على السريع، نمشي على المعلومات اللي والله احنا بناخذها والله فيها شويه شبهات، فيها شوية شغلات مش فاهمينها، نبلش فيها واحدة واحدة. بس هاي الشغلات كلها تكون أشياء سيئة، اللي بدي إياك تقصوا عليها الأشياء اللي ممكن يرجعوا الامتحانات أو يرجعوا الأسئلة. أجي شوف مثلا الدكتور ما جاب الأسئلة في السنوات، ولكن الفصل الماضي الدكتور ناصر قبلان قعد وفضي وما ضل فيه ولا أول شيء، فقال أنا بأخذ جيب سنوات وبدي أجيب لكم أسئلة جديدة، فقال أخذ جيب أسئلة جديدة. الآن استفهموا يجاوب سؤال فأقصوا عليهم، وممكن يجي عليهم
اخر سؤال انا وين البروتينات او الموليكيولز اللي بيكون ما الاستراكشر تبعهم از ان اي جي 4 شو يا اخوان الهيموجلوبين 4 كيف الهيموجلوبين 4 بكل بساطه انه انا عندي هالبروتين تذكروا بهي الكلمه حط على البرايمري ستراكشر والسكندري ستراكشر لما يكون التيرشري ستراكشر تبعه بيكون البيتا شيت تبعهم صوت شو هذا صوت صوت مزعج كله من نفس معه؟ نعم بس لازم أورجيه المؤسسة أمدي بطريقة تصرصة كيف أبرجع عندك هو؟ يوم جاءت أسوأ دقيقة أجرب أحط شي تحت إيد الله هسه يا اخوان خلينا نشوف بس السريع بدنا نتاخر عليه بزياده كيف صوت هسه اوكي نستنى هيك ممتاز تمام ممتاز خلص ممتاز اذا نرجع يا اخوان زي ما قلت لكم اذا احنا ناخذ من هاي المحاضره اول شيء ناخذ منه هي اي جي سوبر فاميلي وهي عباره عن ماذا البروتينات الاستراكشر تبعها سواء انسلي سكندري او تيرشري بيكون اسمه ميونوجلوبولين فولت وما معنى ميونوجلوبولين فولت زي ما قلت لكم اذا تتذكروا بيمكن لما اخذته سواء كانت اللي هي البرايمري ستراكشر سكندري تيرشري ستراكشر احنا مش كان فيها بالسكندري ستراكشرز اللي هي الالفا هيليكسز والبيتا شيتس البيتا شيتس لما تكون الستراندز تبعونهم ان الانتي بارلل فاشن طبعا هذا حكي بيتم ما لي دخل فيه يعني ما بهم الامتحان عشان تفهم الموضوع بشكل كامل الانتي بارلل فاشن انه كل واحد جاي باتجاه معاكس اللي هي للستراند الاخرى نسميها انتي بارلل بيتا شيتس ايش اللي يميز من الجلوبين اللي هي فول كمان انه غير انها انتي بارلل بيتا شيتس انه في عندك الكور وفي عندك جزء نصاني بيكون هايدروفوبيك
هاي بنسميها immunoglobulin structure، ويكون شكلها باسمه والاسم immunoglobulin structure. والمكونات طبعا هيجيك السؤال، هيجيك السؤال all of the following are immunoglobulin super family or member of the immunoglobulin super family except، وهذول حفظ زي اسماء راجعوني كثير منيح. تمام تمام. نشوف كمان في عندنا مثلا immunoglobulin، نحكي شو immunoglobulin يا اخوان، معلومات عامه. احنا بنعرف immunoglobulin في عندنا variable region و constant region، صح؟ احنا variable regions مين هي؟ هي والله اشوف استاكد من الصوت. تمام تمام تمام. احنا عندنا اول شيء immunoglobulin في عندنا heavy chain، two heavy chains مكونين له، و two light chains، صح؟ وكل واحدة من هذول chains فيها variable regions و constant regions، صح؟ حلوين. هسا ال variable region من ال heavy chain والهاي فاريبل ريجن ذهبي تشين، هذول الكراتين اللي فوق اخوان شو بيسووا لي هون؟ بيسووا لي شيء اسمه انتيجين بايندينج سايت، وهي مكان ارتباط الانتيجين بهذا الاميونوجلوبولين. سواء كان هذا الاميونوجلوبولين اميونوجلوبولين جي او ام او اي او تفرش معي، هذا انتيجين بايندينج سايت كيف بصير عندي؟ من الفاريبل ريجنز، سواء كانت من الهيفي تشين او من اللايت تشين، اللي هي صح اللي هي فاريبل ريجنز الثنتين مع بعض، من فاريبل من الهيفي تشين واللايت تشين مع بعض. هسا الكونستنت ريجنز اللي تحت بالنسبه لللايت تشين وهي بس الريجن الاولى ما بيهموني كثير، ما بيهمني الكونستنت ريجنز تبعون الهيفي تشين يا اخوان. لما ينزل لتحت هذا الجزء التحتاني له اسم، له اسم مثل ما تلاحظونه اسمه اف سي ريجن، وهذه الاف سي ريجن هي المسؤوله عن الافكتور فانكشن، وهي المسؤوله عن الوظيفه الاساسيه لهذا الاميونوجلوبولين. فمثلا انا عندي الاميونوجلوبولين جي زي ما درسنا، شو برجع باكد لكم هذا عباره عن مراجعه عشان انتم دارسينها مش تدريس اول جديد، الله يرضى عليكم. هسه الاف سي جي مثل الاميونوجلوبولين جي احنا بنعرف انه بتساعدني بالفاجوسايتوسيس، تيجي الاميونوجلوبولين جي بترتبط بهالانتيجين عن طريق الانتيجين بايندينج سايت، صح؟ بعد ما ترتبط فيها بتروح عن طريق هذا الاف سي ريجن بترتبط بمين؟ ترتبط بمختلف اشكال الفاجوسايت، سواء كانت نيتروفيلز سواء كانت ماكروفاجز الى اخره، ولكن الشكل الاساسي هو ماكروفاجز. فعن طريق الاف سي ريجن بتروح ترتبط على الماكروفاج، بتساعد الماكروفاج انه تبتلع الانتيجين وتسوي له فاجوسايتوس بالدم بشكل كامل. تمام حلوين. اذا حكينا في انه فاليبل ريجنز في كونستنت ريجنز، وهذا عباره عن الجات وين في الهيفي تشينز واللايت تشينز. ممتاز. بدي اياكم تفهموا شغله مهمه، انه انا عندي الهيفي تشين مكونه من فاريبل ريجن وحده ومجموعه من الكونستنت ريجنز. هذول الكونستنت ريجنز يا بيكونوا ثلاث يا بيكونوا اربعه. متى بيكون ثلاث متى بيكونوا اربعه؟ طبعا هو مش مفهوم لكم بالتفصيل، ولكن عشان تعرفوا انتم اذا كان من برين باوند واذا كان مرتبط من برين معظم الاحيان بيكون اربعه، مثل اي جي ام ممبرين مثلا باوند. تمام. ولكن لما يكون سكريتد فورم زي سكريتد اي جي جي بتلاقي انه هاف ثري كونستنت ريجنز فقط لا غير. بالنسبه لللايت تشين جدا سهله، واحده فاريبل وواحده كونستنت. وبس عشان عشان نحكي عن الكابين والبيبسين، احنا الاميونوجلوبولين مش حكينا اسمها اف سي ريجن، والمنطقه المكونه هون من اللي هي اللايت تشين مع المنطقه المقابله لها من الهيفي تشين اللي هي هذول المنطقه اللي هي جاي شيء بشكل مستطيل هذا، شو بنسميها؟ فاب ريجن. فلاحظوا انا عندي هون فاب ريجن وهون فاب ريجن اخرى، واللي تحت شو اسمها؟ اف سي ريجن. ممتاز. هاي معلومات بسيطه عشان الواحد ايش يتذكر كل شيء. فزي ما حكينا احنا فين الهيفي تشين يا اخوان؟ يا بتكون ايش؟ يا بتكون انكر تو ذا ميمبرين، يعني زي هيك متصله بالميمبرين، او بتكون هي فاوند اونلي سكريتد انتي بوديز، اي انها ايش بتكون حره وطالعه مع سكريتد انتي بوديز وغير مرتبطه باي شيء. واخرتها ايش بيكون في عندنا؟ اللي هو تيل بيس، قطعه موجوده في نهايه هذا الاميونوجلوبولين تدل على انه هذا الاميونوجلوبولين از سكريتد اميونوجلوبولين وليس ميمبرين باوند. حلو. نيجي على الكابين والبيبسين يا اخوان. هسه في عندنا احنا شيء نتاكد على السريع. تمام راح نحفظها بقى، راح نحفظها ان شاء الله. هسه احنا ثاني يا اخوان الكابين والبيبسين كل واحد مننا يعتبر بروتيوليتيك انزيم، وهذا الانزيم ايش بيساعدنا؟ بيساعدنا انه يروح على الاميونوجلوبولين ويقص. هسه نقطه وين البابين في وظيفته يختلف عن البيبسين، كيف يعني؟ طبعا هاي الشغلات احنا بنستخدمها مره الحين في المختبر عشان والله اذا نقسم الاميونوجلوبولينز، وحتى في جسمنا توجد هذه الانزيمات اللي هي بتساعد على التخلص من ايش؟ من الاميونوجلوبولينز بمختلف اشكالها. ولكن لاحظوا انه البابين هو عباره عن انزيم يذهب على هذا الاميونوجلوبولين، من وين بقصه؟ وهون السؤال راح يجي، السؤال في هذا اللي هي فقرتين راح يجي في منطقتين فقط لا غير. المنطقه الاولى بقول لك البابين وين بقطع؟ بدك تعرف انه على الهنج ريجن، انا اخوان في عندنا الفاب ريجن والاف سي ريجن، المنطقه الفاصله بيناتهم بصير فيها انبعاج هذا شو اسمه؟ هنج ريجن. بيجي البابين طلع وين بيجي؟ وبقص من هون، هذا اسمه اون هنج ريجن، وبقصها وبعطينا فاب ريجن تطلع من هون وفاب ريجن تطلع من هون. طلعوا كيف؟ هاي الفاب لحالها وهاي الفاب لحالها، وبتطلع الاف سي كمان لحالها مربوطه. النقطه اللي بدي احكي لكم اياها انه انا يا اخوان شايفين هاي الخطوط الافقيه، هاي الافقيه الخطوط الحمر اللي هي النقطه. تمام، هاي الخطوط النقطه الافقيه they are disulfide bonds،
بتعرف الدايستيفال بوند هي عبارة عن روابط تعمل على ربط مختلف الأشكال البروتينات اللي عندنا عشان ظهرها ماسكة ببعضها. فأنا عندي هنا اللايت تشين مثلا ماسكة مع هالهيفي تشين اللي هون بالدايستيفال بوند، وهون نفس الشيء. ولكن لاحظوا أنا عندي هنا لما أجيت أنا قطعتها فوق أو على منطقة الهنج ريجن الأف سي ريجن، هذول الداسل فايف بونز ظلت ماسكات هاي اللي هي الكونسنتريجن والذهبي تشين اللي هون مع الكونسنتريجن الموجودة هون، فراحت الأف سي ريجن طلعت وظلت ماسكة ببعض، يعني ظلت ظاهر ماسكة ببعضها، فالأف سي ريجن طلعت زي ما هي من دون ما يصير عليها أي تغيير. فلاحظوا أنا لما سويت اللي استخدمت البابين طلع عندي ثنتين فاب اللي هي تو ايدنتيكال فاب ريجنز. فكلمة فاب هي اختصار لأنتيجين بايندينج فراجمنت، تمام؟ عشان منطقيا هي المنطقة التي نرتبط فيها في الأنتيجين. وواحدة اف سي ريجن، كلمة اف سي ريجن اي كونستانت فراجمنت، انا منطقيا تتكون من كونستانت ريجنز اوف ذا هيفي تشين، تمام؟ هي بيس للبابين، تدرف على البابين تطلع الهنج ريجن وبتقص لي بتنتج لي ثنتين فاب وواحدة اف سي. بالنسبة للبيبسين وهي مهم جدا، تروح بتقص لي وين يا اخوان؟ ديستال تو ذا هنج ريجن، ديستال ديستال، يعني تمسك الهنج ريجن بتقص تحتيها تحتيها. فلاحظوا ان الهنج ريجن بتروح بتطلع وبتطلع مع مين؟ مع الفابس. يعني هون هذول الرابطتين اللي فوق قلتلكم، هاي خط احمر وهذا خط احمر لهون، هذول الرابطتين يا اخوان اذا انكم لاحظين ماسكات الاف سي ريجن كانت بالبابين، ولكن بالبيبسين ظلن مع مين؟ ظلن مع الفاب ريجنز، ربط الفاب ريجنز مع بعض. فانا لما استخدمت البيبسين منطقه الارتباط التي كانت المفروض تربط لي هاي الجزء مع هذا الجزء راحت، تمام؟ فانا طلع عندي ايش؟ فاب ريجن وفاب ريجن، ولكن ما هن ملتصقات مع بعضهم البعض عن طريق هاي اللي ايش الهنت ريجن، وهان بنسميها بايفالنت فاب 2 فراجمنت، لانه انا في عندي 2 فاب فراجمنت مرتبطات مع بعض، حلوين؟ بينما بالنسبه للاف سي فراجمنت، بما انه هاي المنطقه اللي كانت بالاصل رابطه جزئيتين مع بعض لم تعد موجوده، راح تطلع الاف سي فراجمنت وات ويل بي اند ات ويل بي ديجريدد انتو بيبتايد فراجمنتس فيما بعد، راح تصير لها اللي هي ديجريديشن وراح تتحلل الى بيبتايد فيلم بروتينات صغيره جدا فيما بعد، حلوين. السي دي ارز مش كثير مهمه، بدي اياك تعرف شيء واحد عن السي دي ارز، انه احنا في عندنا ثلاث سي دي ارز، سي دي ار 1 و 2 و 3. السي طبعا هي الاساس، وهذه السي دي ارز او الكومبلمنتري ديتيرمينينج ريجن، اسمها كومبلمنتري ديتيرمينينج، اي انها المناطق التي تحدد الكومبلمنتيشن لهذا الاميونوجلوبين، التي تحدد مكمل وتكمله هذا الاميونوجلوبين وماذا سيرتبط في هذا الاميونوجلوبين. فانا في عندي هذول اللي هنا كومبلمنتري ديتيرمينينج ريجنز، هم عباره عن ثلاث على كل جهه، طبعا ثلاث على الفاريبل ريجن اوف ذا هيفي تشين، وثلاث على الفاريبل ريجن اوف ذا لايت تشين، فمجموعهم 6 سيجمنتس. انا عندي هون على الفاريبل ريجن اوف ذا هيفي تشين يا اخوان عندي سي دي ار 1 هون، سي دي ار 2، سي دي ار 3، وهون على اللايت تشين سي دي ار 1 و2 و3، تمام؟ هذول هن اللي بيحدد الشكل تبع الانتيجين اكسات، هون راح يرتبط مع مين؟ مع بسم الله الرحمن الرحيم الانتيجين راح يجي يرتبط مع هذا الاميونوجلوبين. بدي most variable between the three is CDR3. آخر واحد هو أكثر واحد variable وأكثر واحد مختلف بين أنواع الميونوغلوبينز. يعني ممكن تلاقي CDR1 CDR2 في تشابه قليل ما بين أنواع الميونوغلوبينز، ولكن أكثر واحد فيه اختلافات هو CDR3. تمام؟ عشان هيك عندما منطقيا لما يجي نطلع والله أنا في عندي الأنتيجنز جدا مختلفة عن بعضها، صح؟ وماذا سيحدد اللي هي مكان ارتباط الانتيجنز في هذا الميونوغلوبين؟ هو هذا اللي هو الانتيجين بايندينج سايت او السي دي ارز. بما ان السي دي ار 3 از ذا موست فاريبل وهي اكثر وحده مختلفه، فهي بشكل اساسي اللي راح تحدد لي ما هو الانتيجين اللي راح ارتبط معه. فمنطقيا ذا موست اكستنسيف كونتاكت راح يكون مع سي دي 3، يعني اكثر اتصال واكثر اللي تواصل ما بين الانتيجين وهذا الفاريبل ريجنز راح يكون مع مين؟ مع هاي السي دي ار 3. تمام؟ حلوين. الكلاس سب كلاسز جدا مهمات، احنا بنعرف انه فينا كلاس فينا اللي هي خمسه اللي هي ماجد ام اي وجي واي ودي، بينما بالنسبه لله بنعرف بس انه الاي جي جي والاي جي اي في انهم شيء خاص، بينما في لهم سب كلاسز انه هم عباره عن والله ابي كبير فيهم افراد. فانا في عندي الاي جي جي في منها اربعه اشكال اللي اي جي 1 2 و 3 و 4، والاي جي اي في لها شكلين اي جي اي 1 واي جي اي 2 فقط لا غير، معلومات يعني تافهه ما في اي شيء. وبدي اياكم تعرفوا لي كمان انه والله ما هي اسماء الهيفي تشينز في كل واحد من الميونوغلوبينز هذول. فلما اجي احكي مثلا عن ميونوغلوبين ام، انا بعرف انه اسمها ميو تشين المكونه للهيفي تشين اللي عندها. لما احكي ميونوغلوبين جي انا بعرف بانه الهيفي تشين تبعتها اسمها جاما تشين، اي جي اي الفا تشين، الاي جي اي ابسلون، والاي جي دي اسمها دلتا تشين. هذا جدول شو بدك تعرفوا منه؟ اعرفوا لي انه الاي جي اي اكتبوا لي اللي حابين تكتبوه has the least
اللي هي هاف لايف لديها اقل عمر يا اخوان او عمر نصفي، ولديها اقل كونسنتريشن واقل تركيز. في الاي جي اي اقل تركيز واقل عمر نصفي، الاي جي جي اكبر تركيز واكبر عمر نصفي، والفانكشنز حفظ زي اسماك الله يرضى عليك. الفلكسبيليتي مش كثير بتهمني صراحه. انتي باديز، هسه انتي باديز يا اخوان هل نعرف فيها شكلين اللي هي اشياء على السريع، اللي احنا فيها اللي هي ممبرين بانك مرتبطه بالممبرين، وفي لك اللي هو السكيج الذي يكون يفرز او مفرز على شكل اللي هي طبعا اللي على شكل اللي هو ميلوجلوبين الخارج اللي بيكون فيه التيل بيس في النهايه. فولز اوف اي جي هيفي تشينز، نفس الشيء الهيفي تشينز اخوانا نعرف يعني اذا كانت مرتبطه في الممبرين نسميها ممبرين باوند، وهي اصلا التي تحدد نوع الممبرين باوند ولا سكريتد. واذا كان هي سكريتد راح يكون فيها تيل بيس في النهايه، وراح يكون مفرز على شكل اللي هو انتي بودي في النهايه يعني هذا الميلوجلوبين. الانتي بودي فورمز طبعا هي معلومات باي ذا بلطف اول بيعرفوها احنا، عشان هي شغلات اللي هي بالمعلومات الفيرست احنا عارفينها الشغلات اول اربع محاضرات، فنعرف ان والله انا عندي الانتي بوديز في نوعين، يا مونيمر يا مالتيمر. شنو مونيمر؟ اي انه بيكون قطعه واحده لا غير. في الطيارة يا اخوان انا بعرف اذا في صوره او في صورهم بالجدول فوق، فلو لك كيف انا في عندك هذا الاي جي اي هذا الاي جي جي والاي جي دي بدل تقريبا نفس شكلهم، قطعه واحده خلاص قطعه واحده واحده نفس الثنتين فابو يعطيك العافيه. بينما الاي جي اي والاي جي ام لا، الاي جي اي لاحظوا كيف والله انه انا في عندي قطعتين مرتبطات مع بعض، هذا بنسميه ايش؟ مالتي مر يا اخوان، هذول عباره عن مالتي مرز تمام. فانا في عندي الاي جي ام بيكونوا عباره عن خمس قطع مرتبطات مع بعض، خمسه. الاي جي اي بيكون عباره عن قطعتين مرتبطات مع بعض، قطعتين الاي جي اي مثلا زي ما شفنا فوق عباره اسمها دايمر، وخمس قطع الاي جي ام بيكون حرفيا خمس قطع يا اخوان اللي حابين تشوفوها، بتكون زي خمس قطع مثلا بعض، وفي عندك بالنص دائره، هاي الدائره اسمها ايش؟ جي تشين. فاذا سالك ما الذي يربط او ما هو الكور تبع الميونوجلوبينز تبعت الاي جي اي والاي جي ام الذي الخطه تبعتها، تحكي له جي تشين تمام. لاحظوا الخمس قطع بنسميها بنتامر، بنتا معناها خمسه، ومر اللي هي من مالتيمر تمام تمام. كلمه او كلمات اللي ازو تايبس الو تايبس اوديو تايبس اخوان جدا مهمات. توضيح سريع، ازو تايبس نعرف كلمه ازو تايبس اللي مقصود فيها مختلف اشكال الميونوجلوبينز، يعني نحكي اي جي ام اي جي دي اي جي اي، هذا عباره عن ازو تايبس او كلاسز الميونوجلوبينز. كلمه الو تايبس انه انا في عندي اختلاف في الكونستنت ريجنز بين الميونوجلوبينز تبعوني والميونوجلوبين استبعت واحد ثاني، بسبب ايش؟ اختلاف الجينات يا اخوان. يعني مثلا هاي انا وهاي عابد قبالي، انا مثلا فات علي ايش؟ فات علي هلمنث، الهلمنث سويت اي جي اي ضد انتجن معين، هلمنث نفسه فات على جسم عابد وراح سوى اي جي اي ضد نفس الانتجن. المفروض منطقيا بما انه انا سويت انتي بودي اي جي اي وضد نفس الانتجن، يعني الفاريب الريجن متطابقه، المفروض يكون الميونوجلوبين استبعوني ماله متطابقه 100% نفس الشيء. ولكن حكى لك انه لا، لو انه انا اخذت الاميونوجلوبين 70 عابد وحطيتهم بجسمي، جسمي راح يتعرف عليهم كاجسام غريبه وممكن يهاجمهم. طبعا نصفهم ليش؟ ما هو الاميونوجلوبين نفس اللي عندي، نفس اللي عندك بالفاريبل ريجن عيني وراسي، ولكن الكونستنت ريجن فيها تغيرات. حيث الكونستنت ريجن طبعا كمان الفاريبل ريجن عن طريق الجينات، ولكن الفاريبل ريجن يحددها نوع الانتجن بشكل نهائي. بالنسبه للكونستنت ريجن يا اخوان راح تلاحظوا اذا انكم شايفين في عندنا هون، خلينا نقرب لكم شوي على الصوره ونروح هون هيك. طيب كيف مثلا هون انت بكون في عندك الانتيجن، طيب كيف مثلا هون دائره او هون عصاي، هون كيف عصاي وطالع منها قصتين اللي هي مثلا زي عصايتين صغار، هون بكون مربع. فلاحظوا ان انت في عندك بعض البروتينات الجانبيه على الكونستنت ريجن تختلف من الميونوجلوبين بين شخص واخر، وهي بنسميها الو تايبس تمام. فاذا انت فوتها على جسمك، جسمك بكون شيء اسمه انتي الوتيبك انتي بوديز تمام. الادي تابس شيء جدا تافه، انه والله انا عندي الاميونوجلوبينز المختلفات في جسمي يختلفون في الفاريبل ريجن تبعهم تمام. تحت النار في الفاريبل ريجنز كل اميونوجلوبين فاريبل ريجن خاص فيه بحيث يرتبط بانتيجين معين صح ممتاز. فانه بسبب اختلافها احيانا بتكون عندنا شيء اسمه انتي الوتيبك انتي بوديز. واحد بصر وبحكي يعني معقول انا جسمي هاجم حاله؟ متى او كيف انا والله جسمي ممكن يهاجم حاله؟ بكل بساطه انت جسمك سوى الفاريبل ريجن صح، وسوى مختلف الميونوجلوبينز ومختلف ارتباطاتها عن طريق اللي ايش هاي الفابريز او الانتيجين بانيك سايتس. بحكي لك بانه انت جسمك احيانا ممكن انه ينتج انتي بوديز باعداد هائله وكبيره جدا تمام، وبسبب هاي الاعداد الهائله الكبيره جدا من هي من الميونوجلوبينز ممكن يسوي الاميون ريسبونس فائق عنا. فعشان احنا ما نخلي الاميون ريسبونس تبع جسمنا يكون طاغي وممكن يسوي لنا امراض واوتو اميون ديزيزز وانفلمتري ديزيز مختلفه، ممكن ان احنا نسوي انتي ايديوتيبك انتي بوديز ضد النوع المعين هذا الانتي بودي اللي عندي عليه، وما اخليه يسوي ايش اللي هي يتمادى في الاميون ريسبونس داخل جسمي.
المونوكلونال انتي بوديز مش كثير مهم صراحه، ما بتهم كثير، ولكن اذا حابين تعرفوا عنها اعرفوا لي بس اليوزز مع الاشياء اللي تحت اللي هذا الحكي اللي هي الاميونوثيرابي. عفوا الاميونوثيرابي يوز فيها، ولكن ما بتوقعش يجي عليها صراحه السؤال، فاقراه قراءه سريعه. اوكي انتي بودي سينثيسيس صراحة مش كثير مهمة يعني، ولكن إذا بدنا نعرف والله بدك تعرف إنه بالنسبة للإميونوجلوبينز يا إخوان على الستم سيل ما بيكون في عندنا أي شيء، خلية جذعية بعد ما عليهاش طول أي شيء مش ما طلعت منها ولا شيء يعني، بعدين لما تصير بري بي سيل بيطلع سطح شيء اسمه بري بي سيل ريسبتور، اسمه بري بي سيل، بري بي سيل ريسبتور. من إيش بتكون هذا بري بي سيل ريسبتور؟ يتكون من سيتوبلازمك ميو هيفي تشين اللي هي تبعت الهيفي تشين تبعت الأي جي إم بتتذكرون، ولكن اللايت تشين تبعتها ما بتكون اللايت تشين الأصلية، لا بتكون لايت تشين بديله اسمها سيرجت لايت تشين. طبعا ليش احنا ما بنسويش لكل شيء اولا يعني كل مره واحده؟ كل شيء بجسمنا يا اخوان تدريجي، كل شيء بجسمنا تدريجي، انتجنا هالميو هيفي تشين وبعدين حطينا معها لايت تشين بديله، بعد ما انتجناها على مرور احنا بعدين ننتج ايش؟ اللايت تشين الاصليه، سواء كانت كابا لايت تشين او لامدا لايت تشين. فانا قاعد باجي بجيب هالميو هيفي تشين بربطها مع سيرجت لايت تشين بسميه لي ايش؟ بري بي ريسبتور. مين بضل محهم او مين بضل كمان محهم؟ اللي هو الاكسسوري مولكيولز. مين الاكسسوري مولكيولز؟ تذكروا المحاضره السابعه اللي هي الاكسسوري مولكيولز. بسم الله ننزل لتحت هنا على الاكسسوري مولكيولز، تذكروا احنا فينا اللي هي الاي جي الفا والجي بيتا صح؟ سي 79. فانا بجي بطلع الاي جي الفا والجي بيتا كمان بطلعهم هاي متى؟ بالبري بي سيل. بالاماتشور بي سيل يا اخوان بتطلع عندي اماتشور بي سيل وماتشور بي سيل، هذا كون انا هذا السيرجت لايت تشين بتخلص منه وبجيب اللايت تشين الاساسيه اللي انا بدي اياها اللي هي مين؟ سواء كانت كابا لايت تشين او لامدا لايت تشين. هاي بالاماتشور. شو الفرق الماتشور عن الاماتشور؟ بيجي بحكي لك معلومه بسيطه انه الاماتشور بالانفصال راح تعطي انه عليها على سطحها فقط اي جي ام، بينما الماتشور راح تعطي انه في عندها اي جي ام واي جي دي. بعدك بعد ما يصير عندك ماتشور بتطلع وين؟ بتطلع عليه من البومر وبتروح على الدم، عليك ذراع قاعد تفوت الدم ممكن تلاقي الانتيجين تبعها، اذا لقيته بتصير اكتيفيتد بي سيل، تعرفت على الانتيجين، اول ما تعرف انتيجين بتسوي بروليفريشن وتكاثر وهي صارت قبل ما تتحول بلازما سيل، الثانية ما هي قاعدة بتسوي اللي هي الاكتيفيشن تبعها بتكون قاعدة بتفرز انقاض قليل من الجلوبولينز قاعد تسوي ايزوتايب سويتشنج اللي تبدل الاي جي ام هذا اللي عندها على سطحها الى انواع اخرى سواء كان اي جي جي اي جي اي اي جي حسب الوظيفه اللي احنا بدنا اياها. حسب انا في عندي يا اخوان معلومه جدا جدا مهمه واتوقع عليها سؤال اللي هو رايز الاميونوجلوبينز. الاي جي اي مهم في الميوكوزا الاميونيتي وموجود في الجدول اللي فوق بتذكر رايز المهمه. الاي جي اي مهم ضد الهيمنس، الاي جي جي مهم بالاوبسوليزيشن، مهم بالكومبلمنت اكتيفيشن، ومهمة بالفاجوسايتوسيس. الاجي الاسوم في الاساسية كومبلمنت اكتيفيشن، هذا مش بدل الفوق جدا مهمة تمام. وفي كمان افينيتي ماتوريشن. شو معنى افينيتي ماتوريشن؟ اي انه ما اللي عنده هذا الميوجلوبين يصلح ويعدل من ذا الريجن بحيث انه يصير انتجن كثير منيح. على بعد ما تصير اكتيفيتي وتتحول هذه يخليها لبلازما سيل راح يصير في عندها هاي سكريشن اوف اميونوجلوبينز راح تبرز اللي هي انتي بوديز بشكل كبير ورائع جدا. ولاحظوا معي هون الاي جي اي فيري شورت هاف لايف كثير عمرها قليل مقارنه بالاي جي جي ويتش هاز فيري لونج هاف لايف من 25-28 يوم. طيب سؤال، ليش الـ IgG عندها long half-life؟ بكل بساطة يا إخوان الـ IgG تستطيع الارتباط بالريسبتور. شو اسمه؟ نيوناتال أفسي ريسبتور. وهذا النيوناتال أفسي ريسبتور بيروح على الـ IgG ويسمح لها إنه تسوي crossing the cells أو إنه تطلع عبر الخلايا وتنتج بين الخلايا عبر الخلايا without targeting them to lysosomes preventing rapid degradation. فيتمنع degradation تبع حال الـ IgGs من قبل اللايزوسومز تمام. وهذا اللي نقدر نفسر السبب على وجه مهمه تعرفوه ان هو المسؤول عن نقل الار جي جي عبر البلاسينتا وعبر الشيمه من جسم الام الى جسم الطفل تمام. عشان باي ذا واي الار جي جي هو الوحيد الذي يستطيع ان يعبر البلاسينتا بين الام والابن. ليش؟ بسبب انه يستطيع ان يثبت هذا اللي نقدر نفسر السبب. هذا اللي يجي اكثر زي ما انتم لاحظين قاعد اول شيء بيحمي الار جي جي بيخليها لونها ثابت من الحين من اللايزوسومز، وثانيا بيساعد الار جي جي انه تنتقل عبر اللي هو من دم الام عن طريق المشيمه الى وين؟ الى جسم الابن. اوكي ساي خلصت المعلومات جدا بسيطه ما فيها اي شيء يعني قولوا وراء بدي شرح. الابيتوكس سهل جدا اطلع عليهم ناتج السنوات اذكر ولا مره الا بسؤال واحد، فتوقع هذا السؤال في هاي السنه. حلو تعرفوا اشكال الابيتوكس هاي السنه. اوكي اوكي كلمة افينيتي وكلمة ابيديتي. كلمة افينيتي يا اخوان بكل بساطة كلمة افينيتي انا في عندي اميونوجلوبين جي اميونوجلوبين ام
بها الايش؟ بها الانتيجين. تمام؟ نفترض انا فلان بدي انتيجين هو بدي اجي ارتبط فيه. فهمني؟ بيحكي لك قوة ارتباط والسترينث اوف بايندينج بين اي سنجل انتيجين بايندينج سايت اوف انتيبودي اند سنجل ابيف انتيجين هاي بسموها افينيتي. قوة ارتباط اخوان سنجل انتيجين بايندينج سايت او سنجل انتيجين بايندينج كليفت مش حكينا مين الجوردن فين التو فاف وكل واحد منهم في عليها انتيجين بايندينج كليفت. بحكي واحدة منهم قوة ارتباطها مع حالة انتجين قوة ارتباطها شو نسميها affinity. بينما الافينيتي يحكي لك is the overall strength of binding between antibody and antigen. فأنا ممكن والله هل إيش هل هي IgG يعني مثلا روح يركب عن طريق اللي هو منطقتين بعضه ما إيش مع ثنتين antigens وقوة ارتباط اللي كلياتها أو مجموع هذه القوة كلياتها نسميها affinity. يعني المقصود قوة ارتباط هذا الانتجين مع الانتجين هاو قوة ارتباط الانتجين مع الانتجين الانتجين هاو مجموعهم مع بعض شو نسميه affinity. فلاحظوا معي يا اخوان منطقين اذا انكم لاحظين الIgM عبارة عن خمس اجزاء خمسة وكل واحد من هؤلاء الاجزاء عليه منطقتين اللي يرتبط فيها مع الانتجين صح؟ فبكل انتجين اللي يرتبط بعشرة انتجين يا اخوان. يعني لو نفترض انه كانت قوة ارتباط كل واحدة من هاي المنطقة الانتجين اللي تفرقت مع الانتجين تبعها كانت ضعيفة يعني وصلت الافينيتي كانت ضعيفة بسبب العدد الهائل هذا من ارتباط الانتجين مع الانتجين انا قاعد برجع قوة ارتباطها محض ومحض ومحض وهي الاخرين بجمعهم كلهم مع بعض ومجموع القوة كلها شو نسميها affinity. فلاحظ الاي جي ام احيانا بتكونها very high affinity حتى لو انه كانت affinity قليلة ما بتناش. اوكي ما في اي معلومات صراحة انه يحط عليها العين. اوكي محاضرة خمسة المحاضرة اساس المحاضرة البيض نشوف اذا في عندنا اي شيء. الصوت خرب الصوت او شيء الصوت لا عبد الصوت بلش يضرب بيننا بلا ما في يشوف شو هسه شو صار الصوت؟ يا قلبي احيانا كثير ضلم مكتوب لازم اتصل انا شيء اوكي تمام دقيقه انا اوكي تمام كيف صوت هسه خلينا نستنى بس نشوف كيف صوت هسه ان شاء الله احسن اذا بعرفش ايش بعد صوت ممكن ابشر اوكي خلينا نستنى شوي الصوت نشوف شو شخص يجاهد.
صار احسن. ممتاز. المحاضرة الثالثة، شو بدنا نعرف عن المحاضرة الثالثة ام اس سي موليكيولز؟ بدي اياك يا اخوان تعرف المحاضرة الثالثة، طبعا انه هاي فقط بدأ كلنا برمجار، انه هاي فقط عبارة عن مراجعة، والله يرضى عليكم وعليكم هالجملة 3 مرة. السنوات حلوا السنوات كلهن، لا تخلوش ولا سؤال. من المحاضرة السادسة بدي اياكم مثلا هون لما نجي اللي هي انتيجين بريزنتنج سيلز، نعرف انه انا بعرف انه انا عندي الانتيجين بريزنتنج سيلز خلايا، عندي دندريتك سيلز، عندي ماكروفيجز، عندي ليمفوسايتس، تمام؟ بالنسبة للدندريتك سيلز اشوف صراحة تمام. الدندريتك سيلز they are the only dedicated antigen presenting cell. ما المقصود بهذا الكلام؟ بالنسبة للماكروفيج والليمفوسايت هذول الخليتين صحيح بيسووا انتيجين بريزنتيشن ولكن لهم وظائف اخرى. الماكروفيج سوي فاجوسايتوز تدمير وغيره وبيبسي، الليمفوسايت تدمير انتيبوديز وغيره، ولكن الدندريتك سيل ليس لديها اي وظيفه في الكوكب الا ايش؟ انتيجين بريزنتيشن فقط لا غير. فهي ذا اونلي ديديكيتد وهي انتيجين بريزنتيشن سيل الوحيده اللي وظيفتها كوحيده هي ايش؟ انتيجين بريزنتينج لبقيه الخلايا الاميون سيلز. بحكي لك ذا اونلي اند موست افيشنت فور اكتيفيشن دايتي سيل. حطوها هذا جدا مهم كيس اوف امتحان، انه ما هي الخليه المسؤوله عن الاكتيفيشن فور نايف تي ليمفوسايتس؟ حيث انه يا اخوان نعرف نايف تي ليمفوسايتس تطلع من الثالث، من الثالث بتروح على الدم، ومن الدم بتروح على وين؟ على مختلف اجزاء الجسم، هسه اللي هي بالسكندري ليمفويد اورجز المقصود فيها، سواء كانت بالليف نوز بس الليف نوز مثلا، نايف تي ليمفوسايتس طلعت من الثالث وراحت على الليمف نوز، مين راح تلاقي بالليف نوز عارضتها عارضتها الانتيجين؟ الدندريتك سيلز وفقط الدندريتك سيلز، ولن راح توجد هناك ولا اي خليه اخرى، لانه نايف تي سيلز تتعرف فقط على الدندريتك سيلز وليس اي خليه اخرى، تمام؟ بينما الماكروفيجز والبي لينفوسايتس بيسووا اكتيفيشن للافكتور تي لينفوسايتس، يعني تي لينفوسايتس اللي اوريدي تعرفوا انتم تبعهم داخل الليمف نودز وصار بروليفريشن وبنمرهم على منطقه ايش؟ منطقه الانفكشن، ولكن مين بيسوي الاكتيفيشن؟ اللي هو الماكروفيجز والبي لينفوسايتس. الانتيجين بريزنتنج سيل فانكشنز قراءه سريعه ما فيها اشياء كثير مهمه. اوكي. انواع الدندريتك سيلز يا اخوان مهمه، الكونفنشنال والبلازما ستويد. طبعا يا اخوان هسه انا مش مهمه بالمره، الله يرضى عليكم، انا قاعد بشوف لكم هي ايش المعلومات اللي الدكتور كثير بحب يركز عليها، تمام؟ ولكن انا مؤاخذه امر الدكتور قاعد رايق ممكن والله يجيب ايش يغير من نمط اسئلته، ولكن هاي المعلومات هي الاشياء اللي الدكتور كثير بحب يركز عليها وهي الاشياء الواضحه والاشياء اللي بنعد عليها كثير اسئله. فانت فين في التايبس اوف دندريتك سيلز؟ فين الكونفشنال وفين البلازما ستويد؟ الكونفشنال دندريتك سيلز اسمها كونفشنال السيلز الموجودة بكثرة، they are the most numerous in the peripheral secondary lymphoid organs، تمام يا اخوان؟ وهن عبارة عن دندريتك سيلز بتلاقيها بالإبيثيليا، بتلاقيها بالتيشوز، مثل لانجرهان سيلز بالسكن ابيديرمس، فمثلا أنا عندي دندريتك سيلز بالسكن ابيديرمس اسمها لانجرهان سيلز، أنا عندي دندريتك سيلز بالديرمس شو اسمها؟ ديرمال دندريتك سيلز. إذا كانت في other parenchymal tissues يعني كونكتيشن أخرى نسميها interstitial dendritic cells، فإن أسماء معينة حسب ما تكون موجودة. هسا أنا عارف في ممكن ناس تفكر تك يا دكتور إحنا بالمحاضرة الثانية أو الثالثة والله من داري حكينا إنه إحنا في عندنا الماكروفيجز، والماكروفيجز مالها؟ هي اسمها لانجرهان سيلز بالسكن. دكتور زياد بحكي لك إنه أنا عندي الماكروفيجز في السكن هي عبارة عن لانجرهان سيلز، هي عبارة عن ماكروفيجز في السكن. ناصر الدكتور ناصر قبلان بحكي لك لا، هي dendritic cells في السكن هي اللانجرهان سيلز، وباي ذا واي هي صحيح دندريتك سيلز، ولكن مش راح يجيك سؤال اللانجرهان سيلز شو هي، مستحيل يجيب لكم، تمام؟ ما يجيب لك سؤال هجيب لك اللانجرهان سيلز في السكن شو اسمها، هذا فرق، انت عارف اسمها ايش اللانجرهان سيلز وبتضلك ماشي. بيحتاج من وظائف الدندريتك سيلز يا اخوان تفرز التي ان اف، تفرز انترلوكين 6، عشان شو وظائف ثاني هذول هذول السايتوكاينز؟ اثنين انيشيت تي سي ميديت ريسبونس بتحفز التي سيلز انه تقضي على الماكروفاج اللي عندي. النوع الاخر غير الكونفشنال هو بلازما سيستويد، ولاحظ ات ريزمبلز بلازما سيلز مورفولوجيكلي، يعني انت لما اصلا سموها بلازما سيستويد يعني تشبه بلازما سيلز، امسك البلازما سيستويد دندريتك سيلز والبلازما سيلز تحت الماكروفاج تحت الميكروسكوب راح تلاحظ ان اشكالهم جدا 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 متشابهه، ومقارنه ما بين البلازما سيستول والكونفشنال، الكونفشنال اعدادها جدا 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 اكبر من البلازما سيستول. في البلازما سيستول يا اخوان طبعا بالسكندري ليمفويد اورجنز مقصود فيها، they are smaller in number in the secondary lymphoid organs. بحكي لك هذول البلازما سيستول انت تتذكروا هاي المعلومه ذكرناها في المحاضره الرابعه، يعني في المعلومه جدا اساسيه
انا وهي انفاز الانترفيرونس خاصه تايب 1 انترفيرونس فهذول البلانت ستيرويدز دي برودوس تايب 1 انترفيرونس وهذول تايب 1 انترفيرونس دي ويل اكتيفيت انيت اميونيتي وانشيت ذا تيز ميلي ريسبونس هذول الانترفيرونس التايب 1 بيحفزوا لي انيت اميونيتي ويحفزوا لي التي سيلز عشان ايش يسوي الام ريسبونس ضد مختلف انواع الميكروبات اوكي مش كثير بيهمني هسه هو هذا اللي بيهمني كلمة HLA جين هي عبارة عن الـ MHC للهيومن يعني الفرق بين HLA والـ MHC لا يوجد ولكن الفرق إن والله الـ MHC نحكيها الـ MHC بأي مكان في الكوكب هيومن فار بس كأي شيء ولكن HLA هي الـ MHC الخاصة في الهيومنز فإذا قلت لك الـ HLA جينز الموجودة هي تحكيها لك على كروموسوم 6 مش على كروموسوم 17 غرض من الفيران تمام؟ بدي اياك تعرف كمان سؤال اكتبوا لي سؤال في الامتحان راح يجي سؤال الكلاس 3 ماذا تفرز الجينات بتاعت الكلاس 3 ايش تفرز لنا الا وهن هذول المواد الاربع كومبلمنت بروتينز سي 4 2 فاكتور بي بعض السيتوكينات زي تي ان اف والاتش ال اي دي ام بروتيوز التاب وهاي راح يجيك في الامتحان ان شاء الله تمام ايش في كمان فين شيء بدنا نذكره مش كثير صراحة في أشياء مهمة هون هاي مهمة بدي اياك تعرفوا لي يا إخوان إنه أنا عندي الانترفيرون جاما والانترفيرون جاما إذا بتتذكروا إحنا مش فينا انترفيرونز انترفيرون ألفا وبيتا وجاما وكل ياتن بيساعدني على مواجهة الفيرال انفكتد سيلز إحنا مكتوبها هاي انترفيرون ألفا وبيتا وجاما they increase class 1 almost viral infected cells أنا بقدر والله أنا أزيد الكلاس 1 أبسي مولكيول عشان أزيد اللي هي تعرف اللي هو الخلايا التوكسيك تي سيلز على هذه الفايرال انفكتد سيلز عشان اروح اخذ عليها بشكل كامل الانترفيرون جاما بشكل خاص بيروح بيزيد لي سمع الكلاس 2 ترانسكريبشن اكتيفيتور كلاس 2 تمام الالفا والبيتا بيزيد لي كلاس 1 مع الجاما الجاما بيجي لحاله بيزيد لي كلاس 2 ترانسكريبشن اكتيفيتور وهذا الكلاس 2 ترانسكريبشن اكتيفيتور اسمه ترانسكريبشن اكتيفيتور هو عباره عن ترانسكريبشن عبارة عن عامل من العوامل التي تذهب إلى الجينات المسؤولة عن إنتاج الكلاس 2 وتعملها إيش؟ تعمل اللي أكتيفيشن عشان يطلع لي كلاس 2 مسي موركيول فهذا الكلاس 2 ترانسكريبشن أكتيفيتور أو C2TA بروتين It is a master regulator of class 2 gene expression هاي معلومة جدا مهمة في عندنا إحنا هذا الترانسكريبشن فاكتور جدا مهم وريجوليتر جدا جدا مهم في الإكسبريشن كلاس 2 جين عشان يطلع عندي في النهاية إيش كلاس 2 MHC موركيول بحكي لك إذا أنا صار في عندي ميوتيشن في هذا الكلاس 2 ترانسكريبشن اكتيفيتور يعني أنا شو مقصود فيه ما في عندي كلاس 2 جين إكسبريشن وما في عندي كلاس 2 MHC موركيول زي بتطلع يعني أنا ما في عندي اللي هي أي إشي ممكن يرتبط بالكلاس 2 MHC موركيول فإذا صار في عندي أنا والله ميوتيشن في هذا اللي هو الجين أو ميوتيشن في سرعة هذه اللي كلاس 2 ترانسكريبشن اكتيفيتور أنا راح يصير في عندي اميونو ديفيشنسي وراح يصير في ضعف بالمناعة بشكل كبير لأن الكلاس 2 إخوان جدا جدا مهم في ماذا؟ في عرض الأنتيجنز للتي سيلز لأن إحنا نعرف الأنتيجن بريزنتينج سيلز بتعرض البروتين أنتيجن تي سيلز كيف؟ مرتبطة بكلاس 2 MHC موركيول يعني من دونها أنتيجن بريزنتينج سيل يعطيك العافية ولا فايدة فبس عندي اميونو ديفيشنسي بشكل كبير جدا أشهر مرض ناتج عن الاميونو ديفيشنسي إن أنا ما عنديش كلاس 2 MHC موركيول ناتجة عن ميوتيشن في هذا الجين مثلا كلاس 2 ترانسكريبشن اكتيفيتور مرض اسمه بير لينفوسايت سيندروم تمام نتأكد مرة الصوت مرة ثانية هي الصوت أحسن صار أوكي ممتاز هسه احكي نحكي شوية بس عن الكلاس MHC موركيول اخوان الكلاس 1 MHC موركيول هم نعرفهم كون الفا 1 2 و 3 وهي بنسميها اللي هي الالفا هيفي تشين لا والله يرضى عليكم انا عندي الكلاس 1 MHC موركيول مكونة من هيفي تشين ومن لايت تشين شو الهيفي تشين اللي هي الالفا هيفي تشين ثلاث قطع كبار وهنا قطعة صغيرة مسكينة سميناها بيتا 2 مايكرو جلوبين لايت تشين بينما انا عندي اللي هي MHC كلاس 2 لما احكي عنها ما في عندي لايت تشين ولا تشين لا عندي الفا تشين وبيتا تشين من دون لا هيفي ولا لايت فاذا انت سمعت هيفي تشين ولا لايت تشين ولا لايت تشين مع MHC موركيول شو التركيبة على طول كلاس 1 MHC موركيول لان الكلاس 2 ما فيها لا هيفي ولا لايت الثنتين نفس الوزن
انا عندي ال الفا روتين يا اخوان هي عباره مكون الفا 1 والفا 2 والفا 3 بدك تعرفوا لي ام اس سي انكودد يعني بتطلع من الام اس سي جينز بوليمورفيك مختلفه بشكل كبير بين الاشخاص وبلايكوثيليت تمام بينما البيتا 2 مايكروجلوبولين جدا مهم تعرفوا لي انها نن ام اس سي انكودد ما بتطلع هذا راح يجيك عليها السؤال في الامتحان ما هو المركب which is none of the same code تكيل والله بيت ثلاثة بنوبين تمام؟ it's done polymorphic وليس متغيرة وشكلها جدا متشابهة بين الـ MXC مركب تبعت الناس and it's done glycosylated فالضبط عكس الايش؟ عكس الالفة 200% 180 درجة اكثر بدي اياكم تعرفوا لي يا اخوان بالنسبة لكياس الـ MXC جين انه انا في عندي على اللي هو الكروموسوم يوجد عندي 6 زكاوي و 6 امواقع للجينات على الكروموسوم عفوا سلوغة جينات على الكروموسوم مسؤولة عن إنتاج هذا الكاسر ام اس سي موليكيول تمام وهذول السكس زركاي لهم اسماء هذول ست مواقع لهم اسماء الك الى تي اسمهم ال اي اي بي سي اي اف جي حرفيا هو مسجي من الاي للجي ولكن نطلع الحرف ايش حرف الدي ايش ال اي اي وبي وسي نطلع دي اي اف جي تمام مين اللي بيهموني يا اخوان بيهموني من بين كل هذول المواقع الجينات بيهموني ثلاث مواقع الاس ال اي اي والبي والسي تمام لانه هذول هم are the most important والmost polymorphic هم اللي هي بشكل اساسي يتم في راح تلاحظ انه فيهم اختلاف كبير جدا ما بين الجينات ما بين الاشخاص المختلفين تمام وهم اللي بيعطوني اشكال الجينات ام اس سي موليكيول تكون مختلفه بشكل كبير جدا ما بين شخص واخر بالنسبه لل بدي احكي بس شغله واحده بالنسبه لل هذا تست تست ام اس سي موليكيول the ends are closed جاي في اصلا شيء يا دكتور ends are closed لاحظوا يا اخوان الفا 1 والفا 2 ماشيات ولزقات مع بعض مسوين اللي هون فلور او اللي عباره عن قاعده تمنع ارتباط الميونوجلوبولينز عفوا تمنع ارتباط انتيجنز كبار على ايش؟ على هذا المكان فانت عندك الانتيجن اللي بنت حرفيا بيكون فقط 11 امينو اسيدز لونج فقط لا غير اكبر من هيك مش راح يسع هون فاللي هي الاند هاي منطقه الارتباط از اندد وكلوزد مسكره ما بقدر اني اوسعها كثير ولكن لو نيجي احنا نشوف الكلاس 2 ام اس سي مايكيو طلع يا اخوان كيف هاي بيتا 1 وهي الفا 1 ومسوات لي هون البيبتايد بايلينك ليفت طلع ما في عندي فلور يعني هون اللي هو الانتجن بيجي بيطلع هون المفروض انه ايه بدنا نفوت زياد ايه 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 ولا هو ايش بلاحظ فات المراره فانه ما في عندك فلور فهون الانف نعتبرها اوبند بالايش بالكلاس 2 ام اس سي مايكيو الكلاس 2 بدي اياكم خلينا تعرفوا في عندي الفا تشين وفي عندي بيتا تشين كل واحد منهم مكون من واحد واثنين الفا 1 والفا 2 وهذا بيتا 1 وبيتا 2 تمام هسه يا اخوان بدي اياكم تعرفوا كمان معلومه في انه انا عندي الالفا 1 والبيتا 1 they are polymorphic بينما الالفا 2 والبيتا 2 they are non polymorphic ولكن كلياتهم كلياتهم are ام اس سي انكودد ما بلاك اوسيليتد يعني لما اجي احكي عن الالفا تشين كلياتها والبيتا تشين كلياتها سواء الالفا 1 او 2 او بيتا 1 او بيتا 2 كلياتها بحكي لها ام اس سي انكودد وطالع من ام اس سي جينز وبحكي لها بلاك اوسيليتد تمام بينما لما اجي اخصص عن هذول الاثنين اللي فوق لحالهم بحكي عنهم polymorphic التحت non polymorphic ومعلومة سيادة أنا في عندي هون البيتا 2 هذه البيتا 2 هي من أهم نعرف معلومة أن الكلاس 1 ام اتش سي موليكيول يرتبط فيها أي نوع من خلايا التي سيلز سي دي 8 بلس سيل توكسيك خلايا تي قاتلة عندي الكلاس 2 ام اتش سي موليكيول يرتبط فيها اللي سي دي 4 بلس على وهي خلايا التي المساعدة التي هيلبر سيلز التي هيلبر سيلز يا اخوان لما تيجي ترتبط بالكلاس 2 ام اتش سي موليكيول بترتبط السي دي 4 تبعها السي دي 4 موليكيول تبعها بيرتبط مع البيتا 2 والكلاس بسم الله الرحمن الرحيم الكلاس ام اتش سي كلاس 1 لما يجي بدنا نيجي نرتبط مع هذا اللي هي السي دي 8 تبعت التي سيل بتيجي ترتبط مع هذا الكلاس 1 مع مين ترتبط؟ ترتبط مع هذا الالفا 3 اوكي بقيت المعلومات اشياء بالعين عشان اسالي ما فيها اشي كاركترستكس ما في اشي صراحة نحطها للعين هون معلومات اخوان غير عن اللي هو الصورة دكتور ركز على الصورة صراحة في الشرح اللي بدي اكتب في اخوان لاحظ انه هذا ام اتش سي موليكيول موجود وين؟ على سطح الانتجن مثل نكسل ومعروض عليه هذا الاشي البني اللي هو شغل البني هذا هو الانتجن تمام؟ الانتجن كيف ممزق وكيف مربوط بهذا ام اتش سي موليكيول عن طريق بوكيتس انا في داخل الام اس سي ممكن هون في هون زي بوكيت زي جيب وهذه الجيب تستطيع ان تضرب باجزاء من الانتجن وان تثبته على سطحها تمام وفي عندك طبعا هذا في انك بيطلع في انك الانتجن بيكون طالع هون بشكل اساسي هسه عشان تيجي التي سيل ريسبتور او التي سيل على طريق الريسبتور تبعها ترتبط مع هذا الام اس سي ممكن راح نلاحظ انه انا في عندي كمان بالام اتش سي شيء ثاني في عندي بوليمورفيك ريزجي هون وبوليمورفيك ريزجي اخرى وهذول الثنتين بتبطل مع هاي التيسر ريسبتور عشان يخليهم ايش؟ انه الله يثبتها وعشان
لازم ارتبط معهم في هذه المرحله. كلمه ام اتش سي ريستريكشن بكل بساطه انه انا التي سيلز لا تستطيع ان تتعرف على الانتيجنز الا اذا كانت مربوطه بام اتش سي مولكيول. هاي معنى ام اتش سي ريستريكشن، التي سيلز لا تستطيع ان ترتبط بالانتيجنز الا ماذا؟ الا اذا كانت الانتيجنز معروضه على سيلف ام اتش سي بروتين مولكيولز. ممتاز. بقيت الشغلات بيض ما في اي شيء. هسه الباثويز تبعت والله كيف اللي الهيليكاسون بتصير، كيف الهيليكاسون بتصير، جدا سهلات وجدا بسيطات، ادرسوهم ومهمات. تمام؟ تمام؟ هون السؤال في الامتحان اللي بدي اياكم تعرفوا يا اخوان، الجاما دلتا تي سيلز they represent less than 5%، ولكن في الامتحان راح يجيك they are equal to 5%، او انه والله يجي يحكي لك انه around 5%، مش فارق، المهم الرقم يكون 5%. تمام؟ بدي اياكم تعرفوا لي انه والله الجاما دلتا بتتعرف على small phosphorylated molecules والكيل امينز، والناتشورال كيلر تي سيلز جد انه هي تستطيع ان تتعرف على الليبيدز عن طريق مولكيول. سؤال في الامتحان CD1. CD1 يا اخوان هي عباره عن مولكيول موجود على سطح هذه الناتشورال كيلر تي سيل، تستطيع ان تجعل هذه الناتشورال كيلر تي سيل ايش تسوي؟ تتعرف على الليبيدز والجلايكوليبيدز. الله يرضى عليك، كثير مهمه. وهذه CD1 دي اكثر معلومات عنها، نان امكسين كوبي جينز، نان بوليمورفيك، نفس الشكل المكروه، نان كلاسيكال كلاس ام اتش سي مولكيول، لا تشبه الكلاس ام اتش سي مولكيول. تمام؟ وتشبه في شكلها كستراكشر الكلاس 1 ام اتش سي الفا تشين، الفا تشين بشكل اساسي، اللي هي الفا تشين الكبيره الهيفي تشين يا اخوان. تمام؟ تمام. ويمكنك صراحه مش كثير مهمه فيهم، ليش صار تقدر تشطبوها اشطبوها عادي مش مشكله. هسه المحاضره السابعه نشوف كيف الوضع. احسن الصوت. تمام تمام. اوكي قديش صارنا باللايف؟ قريب الساعة خذونا هيك 30 ثانية يا اخوان، 30 ثانية بس نرجع شوي بس نرجع. في صدام كثير بس هذا خصوص عارف شو ده هو ما أعتقد خلاص يا الله يا كريم. تمام نرجع كل موجود. اوكي يا الله المحاضرة السابعة اللي هي يعني السيجنال ترانزكشن وما السيجنال ترانزكشن وهذا الحكي اللي فاضي كليات اللي بيهمناش يعني شو بيستفيدون الحياة العملية والله يا اخوان ولا شيء. تيجي انا مرة بتحكي له والله عندك سيجنال ترانزكشن بمسك عليك. المهم هسا المحاضرة السابعة نبلش بالtypes of immune related receptors وراح يجي عليها سؤال في الامتحان. شو هي السؤال راح يجيك؟ راح يجيك سؤال كذاتي راح يجيب لك example وهذا طبعا يا اخوان انواع immune receptors الموجودة عندنا في جسمنا. تمام؟ او immune related receptors receptors اللي لها دخل بالimmune system يعني بشكل عام. بيجي بيحكي لك انه مثلا يجي يحكي لك الاميون ريسبتور فاميلي سواء كان بيجي بيحكي لك تي سيل ريسبتور بي سيل او اي هذول الريسبتورز الكبار هذول يندمجون
الداخل اللي هي عائله كبيره جدا من الريسبتورز اسمها ريسبتورز وذ نان تايروسين كاينيز نان ريسبتور تايروسين كاينيز ريسبتورز تمام. وفي لك مثلا السيتوكاين ريسبتورز الانتجرين ريسبتورز هذول كلياتهم عباره عن مستقبلات يندرجون تحت عائله الريسبتورز مين هم النان تايروسين كاينيز نان ريسبتور تايروسين كاينيز ريسبتورز. وفي لك مثلا اللي هي ريسبتور تايروسين كاينيز بدك تعرف انه والله الامثله عليها اللي هي السيكت وحسبت سبون الانسولين والى اخره. فانت لازم تحفظ كل الامثله بشكل جدا 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 مهم لها يا اخوان. رح يجي عليها سؤال وحتى النيوكليار ريسبتورز ذات نفسهم الله يرضى عليكم. اجى السنه الماضيه سؤال الفيتامين دي ريسبتور اين من النار ريسبتورز طبعا الناس ناسي اصلا في النيوكليار ريسبتورز ومركزين انه كل الريسبتورز اللي عندي مالهم عباره عن اللي هي الانتجرال ممبرين موجود عندي بالممبرين تمام وناسين انه في ريسبتورز داخل النيوكليوس. فلما جاب لنا اللي هو الفيتامين دي كلهم خشوا بالحيط مش عارفين انه عباره عن نيوكليار ريسبتور والجلوكوكورتيكول ريسبتور عباره عن نيوكليار ريسبتور. فالامثله للريسبتورز جدا مهمه راح يجي عليها السؤال. الموديولز مش كثير مهمات صراحه بس اذا بدكم عشان كان اثناء الامتحان اثناء الامتحان راح يجيكم سهل اذا اجاكم ما عندك لصق ما بجيب عليها. ولكن اذا بده عفوا الدكتور كمل اذا اجاكم مش راح يجيكم على السؤال. السؤال راح يجي كالاتي انه والله انت في عندك والله مثلا اس ار كي فاميلي كاينيز هي عبارة عن فاميلي كبيرة من الأمثال تبع أو من الأفراد تبعهم من عندنا اللي هي سي آر إس سي اللاين الفايل ال سي كي بقول لك والله واحد خامس له أس 1 كي واللي بيحكي لك بالسؤال which of the following is not a member of اس آر سي فاميلي كاينيز فبتعرف إنه أس 1 كي مش من هاي المنبر. فبتقدر تكون حاطط فاتح المحاضرة جنبك كل رايحة أنا والله لما يجيني هالسؤال أظني حالي وطلع يعني أطلع على الإجابات اللي هون وأظني طالع تمام حلمين. ما هي الادابترز؟ بحكي لك ذا انتجرال ممبرين اور سايتوسوليك بروتينات موجوده عندنا في الممبرين او بالسايتوسوليك داخل السيتوبلازم. They would help in aligning proteins to other structures and thus facilitate the assembly of signaling complexes. تمسك لي البروتينات اخوان المسؤوله عن السيجنالين داخل الهيش داخل الخليه. نتاكد بس من الصوت على السريع. تمام ممتاز في شغله على الصوت. نمسك البروتينات المسؤولة والإنزيمات المختلفة المسؤولة عن إيش؟ عن السيجنالينج لهذا الريسبتور. إحنا نعرف الريسبتور لما يجي يرتبط باللايجن تبعته راح يصير في السيجنالينج من هذا وإشارات ويصير إشارات من هذا اللي هو الريسبتور إلى النيوكليوس وإلى الدي إن إيه. الدي إن إيه ارتبط بهذا اللايجن روح اشتري لي شغلك وفرزي لي والله يسوي لي إكسبريشن للجينات تبعونك وسوي لي بروتينات مختلفة وإنزيمات مختلفة خليني أغير مسار الخلية شوية. فهي الادابترز بتساعدني بالاينينج ذا بروتينز عشان اسوي ايش فاسيليتيشن وتسهيل لعمليه السيجنالينج. من امثله الادابترز اللات البي ال سي جي الجاز والاس ال بي 76 هذول هم طبعا راح نحكي لهم قدام التفسير طبعا. الاميون ريسبتورز مهمات جدا مهمات جدا جدا الاميون ريسبتورز والواحل اوكي سيكونس اوف ايفنتس فور اميون ريسبتور اكتيفيشن. هسا يا اخوان هون بحكي لك بس بشكل عام اللي هي عن الريسبتور اكتيفيشن كيف بتصير بشكل عام عندنا وفي اللي قدام راح نشوف بالتفصيل وين كيف بتصير. سترينث اوف اميون ريسبتور سيجنال مش كثير مهمه والله بدي اياك تعرفوا لي بس مش كثير مهمه صراحه. ستراكشر اوف تي سي ار كومبلكس اوكي تركيب التي سي ار كومبلكس يا اخوان هون التي سي ار اللي هو تي سيل ريسبتور واحد فكر والله التي سيل ريسبتور برضه مثلا شخص صراحه لا هو عباره عن كومبلكس يا اخوان تمام يتكون من ثلاث اساسيات. في عندك اللي هو تي سيل ريسبتور نفسه اللي هو بيكون انا في عندي اللي هو الفاريبل دومين له في الكونسبت دومين له وبروح برتبط لي مع ايش مع الانتيجين المربوع المعروض على الام اتش سي موليكيول بفعل الخليه اللي هو الايش تي سيل اللي هو التي سيل. وفي عندي بتجرب بتلاقي عندك اكسسوري موليكيولز وهي اكسسوري موليكيولز تساعد على ماذا؟ They are essential for signal transduction inside the T cell. مهمات في بدء عملية الترانزدكشن أو هي signal transduction لأنه ننتج هاي السيجنال والإشارة في داخل التي سيل لننقلها إلى الداخل بشكل كامل تمام؟ في عنا نوعين من اكسسوري موليكيولز كمان مهمات اللي هم السي دي طبعا هاي بالتي سيلز الله يعطيكم بالسي سيلز اللي هم السي دي 3 بالإضافة إلى الزيتا أو السي دي 247 chain هومو دايمر. وهذول عبارة عن أكسسوري موليكيولز زي ما حكينا مهمات في إيش؟ في السيجنال ترانزاكشن في عملية نقل السيجنالز داخل التي سيل. أوكي تمام. التي سيل كو ريسبتورز هذا حيجي عليه سؤال من الآخر يعني تمام؟ التي سيل كو ريسبتورز يا إخوان هم ثنتين سي دي 4 والسي دي 8. طبعا راح تشوف إنه قدام والله أحيانا ممكن تشوف إنه والله دمجك الكو ريسبتورز مع اللي هو الكو سيميتر موليكيولز. هنا طبعا دكتور بتختلف المادة فاهم؟ يعني مثلا في مادة اللي إيش؟ دكتور كام؟
كذلك ان الكوره 6 ترسم سي دي 4 سي دي 8 هاي معلومه صحيحه. فانا في عندي اخوان الكوره 6 صوتي فيتهم انا عندي they amplify the signal transduced by TCR complex through binding with the HLA TCR complex بيصيروا amplifying ويقوون ويكبرون السيجنال الاشاره التي تنتج من هذا التي سي ار كومبلكس حكينا عنه فوق قبل شويه. كيف بيقوموها؟ عن طريق انه بيجي هالسي دي 4 او السي دي 8 او بين قوسين التي سي الكور ريسبتور يرتبط مع ال HLA TCR complex. مش حكينا السي دي 4 بيروح على ال HLA او MHC molecule وبيجي بيرتبط بالبيتا 2 وبتيجي السي دي 8 بترتبط مع اللي هي الالفا 3. ارتباطهم مع هذه الجزيئات من ام اتش سي مولكيولز تساعدني على تقويه الاشاره التي تنتج من هذا التي سي ار كومبلكس. فزي ما حكينا فينا السي دي 8 والسي دي 4 بس كثير مهم صراحه اللي هي تركيبتهم. اوكي هسا النقطه يا اخوان انه هاي السيجنال ترانزكشن هي عباره عن باثوي صراحه، والباثوي شرحها طويل جدا ولكن حرفيا قراءتها اسهل منها ما في. النقطة هاي الباثويز راح يجيك سؤال، راح يجيك سؤال زي الله واحد. هاي المحاضرة عليها خمس أسئلة على الباثويز، راح يجيكم مينيمم سؤالين. والله مثلا بي ال سي جاما باثوي راح يجيكم عليها سؤال مثلا، أنا متأكد راح يجيكم عليها سؤال. فينك اللي هي الكوستيميت ريسبتورز هاي يعني إذا ما جاش عليها سؤال أنا مش عارف شو ممكن يجي صراحة في المحاضرة، تمام؟ فأول شيء الباثويز اقرأوهم وراجعوهم عشان جد المهمات راح يجوا عليهم سؤالين الى ثلاثة في الامتحان، خصوصا اللي هي ايش انواع اللي هو الترانسكربشن فاكتور بتطلع عندي في كل مرحله، تمام؟ حلوين. هذا الجدول طبعا هو مختصر للشيء المكتور اللي فوق. الكوستيميوليتري ريسبتورز حكينا اكسسوري مونكيوز ان سي دي 3 وعندي زيتا، حكينا الكور ريسبتورز سي دي 4 وسي دي 8. شو حكينا اللي هي وظيفه الاكسسوري مونكيوز؟ انه هم المسؤولات اخوان بشكل اساسي باي ذا واي، هم المسؤولات اللي بتاخذ هاي الصوره، هم المسؤولات عن انتاج السيجنال. التي سي ريسبتور حتى صح انه ارتبط بالانتيجن ولكن السيتوبلازميك سيل تبعه جدا قصير ولا يستطيع انه يسوي سيجنال من حاله لحاله، فيحتاج لهذه السي دي 3 ولهذه الزيتا تساعده في عمليه ايش؟ انتاج هاي السيجنال اللي هي تي سيل كور ريسبتورز عشان تسوي امبليفاي وتقوي لهي السيجنال، تمام؟ يعني نفس السيجنال. ولكن الكوستيميوليتري موليكيولز والريسبتورز اخوان مهمات جدا في انتاج شيء اسمه دينجر سيجنال او سكند سيجنال او الاشاره الثانيه. فانا عندي اخوان السيجنال الاولى which comes from the T cell receptor complex الذي يرتبط مع هذا الانتيجين، شو مسميها؟ فورنس، اللي هي المقصود انه ارتبط بايش؟ بجزء فورن، جزء غريب. والسيجنال الثانيه وهي السيجنال الاساسيه اذا لم تكن موجوده، يعني اذا انا عندي خليه T cell receptor ارتبطت وانتجت الخليه اللي هي السيجنال الاولى فقط لا غير، هذا يؤدي الى موت الخليه. راح تشوفوا ان شاء الله قدام في المحاضرات هي رقم 13 14 في الايمن تولرنس. التي سي ريسبتور اذا لم ترتبط عن طريق الكوستيموليتر ريسبتور تبعونها هذا سيؤدي الى يا ابوبتوسيس اوف ذا سيل او ان اكتيفيشن اوف ذا سيل، بين قوسين في النهايه راح توصل لمرحله لم تستطيع ان تعمل فيها بالمره. فهذه السكند سيجنال جدا جدا مهمه عشان تسوي تفعيل التي سيل، تمام؟ وهي بتيجي من الكوستيموليتر ريسبتورز وبنسميها دينجر سيجنال، تمام؟ طيب من هم الكوستيموليتر ريسبتورز؟ انا في عندي اهم كوستيموليتر ريسبتور وهو الواحد الوحيد راح يضل ماشي معكم طول اللي هي المحاضرات في الفاينل، الا هو سي دي 28. هذا سي دي 28 هو عباره عن مستقبل وريسبتور على سطح التي سيل يرتبط مع ماده موجوده على سطح الانتيجن بريزنتنج سيل. شو اسم هاي الماده؟ بي 7. وهذه البي 7 فيها نوعين، هي بي 71 او بي 72، تمام؟ تمام. فانا في عندي يا اخوان السي دي 28 ريسبتور على التي سيل يرتبط بي 71 بي 72. ارتباط هذا السي دي 28 بهذه اللايجنز يؤدي الى اندوسنج ذا سكند سيجنال، والسكند سيجنال زي ما حكينا هي مهمه جدا في انه ايش نسوي اكتيفيشن نهائي للكيفز اللي عندنا. اوكي ممتاز. صوت ممتاز ممتاز. وفي عندك اللي هي نوع ثاني من الكوستر ريسبتورز ايش هو؟ الا هو السي دي 2. السي دي 2 وباي ذا واي السي دي 2 هو جدا جدا مهم تعرفوا يا اخوان، راح نذكره ان شاء الله كمان في المحاضره الثانيه او التاسعه. ك اكسسوري مولكيول السي دي 2 يا اخوان راح يروح يرتبط لي مع ماده اسمها سي دي 58. طبعا السي دي 2 هو نفسه مين؟ ال ان اف اي 2 لف 2، وهذا اللف 2 راح يرتبط لي مع سي دي 58 وشو اسمه كمان؟ لف 3. راح ناخذها في المحاضرات اللي الجايه ان شاء الله، تمام؟ وهذول كمان عبارة عن كوستيميتر ريسبتورز تساعد على إنتاج السكند سيجنال أو الدينجر سيجنال عشان إيش؟ تساعدنا على الأكتيفيشن أوف تي سيل بشكل نهائي. ستراكشر أوف بي سيل ريسبتور كومبلكس، هسا خلصنا يا إخوان من التي سيل ريسبتور، نفوت على البي سيل ريسبتور. البي سيل ريسبتور كومبلكس بكل بساطة ينتج تقريبا نفس قصة الإيش؟ التي سيل ريسبتورز، التي سيل ريسبتور كومبلكس. أنا في عندي تي سيل ريسبتور هناك مع أكسسوري مولكيول، صح؟
هو نفس الشيء. انا في ام دي بي ريسبتور واكسسوري مولكيول اللي هي الفا اي جي الفا واي جي بيتا حكيتك عنها. فانا في عندي البيس ريسبتور الذي يرتبط بهذا الانتجن تبعنا اللي احنا راح نرتبط فيه بعدين، وفي عندي اكسسوري مولكيول اللي هو الاي جي الفا اي جي بيتا هيترودايمر واختصاره CD79 وهو الاكسسوري مولكيول الذي يساعد البيسل على انتاج السيجنال الاوليا. فلاحظوا حتى البيسل ريسبتور نفس الشيء، لاحظوا كيف السيتوبلازمك تبعته والسيتوبلازم جدا قصير، فصعب انه اي مولكيول تجي ترتبط فيه. تمام، فعشان هيك احنا بنحتاج الاي جي الفا والجي بيتا انه تساعدنا على انتاج هذه السيجنالز. طبعا انتم لما تقرأوا المحاضره راح تلاحظوا انا في عندي شيء اسمه اي تام. هذا الايتام هو المسؤول عن انتاج هذه السيجنال، وهذا الايتام يوجد على الاكسسوري مولكيولز ولا يوجد على السيتوبلازميك سايد الى هذه بسم الله الرحمن الرحيم البي سيل ريسبتورز او تي سيل ريسبتورز الاصليات. في لك البي سيل كو ريسبتور، هنا عارفين ان هي عباره عن كومبلكس ومكون لكو ريسبتور واحد. تمام يا اخوان، هذا الكو ريسبتور بحكي لك انه when C3 is cleaved and C3B and C3D these cleavage products become bound to microbial surfaces. فأنا يا إخوان لما أجي أنتج C3B أو C3D إلى آخره، لما يروح يرتبطوا على سطح لما يرتبطوا على سطح اللي هو الميكروب، راح يجي أنا عندي هذا الكور ريسبتور يتعرف على هذه الكليف CB أو على نتائج C3. طبعا C3 عبارة عن كومبلمنت C، الناس كومبلمنت كومبوز هشرات هشرات بصف أول، بتعرف على هذه الكومبلمنت المرتبطة على هذا اللي هو الميكروب، ويستطيع عن طريقها ان يحفز الكور ريسبتورز لكي تساعد على امبليفاينج زي ما حكينا امبليفاينج ذيش ذا سيجنال ذات از برودوس وتم انتاج عن طريق البي سيل ريسبتور. هسه بيجي بحكي لك البي سيل اللي هي الكور ريسبتورز which are found as CR2، وهو اصلا CR2 اختصار لايش؟ complement receptor 2 للارتباط بالكومبلمنت اللي هنا. تمام، CR2 CD19 CD81 complex، فهو complex مكون من CR2 و19 و18 كلهم جنب بعض ومسويات عندها ال تمام. اوكي، وانا شرحت اللي هي بعد ما في اشي كثير مهم ترى سريع يعني عادي اوكي. وهاي عباره عن باث واي كمان جدا مهمه جدا مهمه، الباث واي زي ما قلت لكم اخوان قرأوا جدا والله اخوان جدا جدا سهل الباث واي تقراوه وتفهموا لحالكم. هسه هذا عباره عن مختصر لكل اشي حكيناه بين لاجانز واكسيمولكيوز وكونسبتورز وغيره. وفي عندك بالنسبه للاتنيويشن اوف اميون ريسبتور سيجنالينج، هسه يا اخوان انا عندي الاميون ريسبتورز راح تظلها تنتج سيجنال ما دامها مرتبط فيها هذا الانتيجن. فكيف احنا والله ممكن انه احنا نخفف من هاي السيجنال او نسوي كنترولينج وتنظيم لهي السيجنال بحيث انه انا ما افعل الاميون ريسبونس بشكل كبير جدا؟ بيجي بحكي لك ذا اميون ريسبتور سيجنال نيدز تو بي تايتلي كنترولد وتم التحكم فيها بشكل محكم جدا. And this can be enzymatically done عن طريق انزيمات احنا نسويها يا اخوان. في عندنا انزيم اسمه فوسفاتيز، وهذا كلمه فوسفاتيز يا اخوان اي انه انا بروح وبشيل ذرة فوسفيت من على هذا الريسبتور. وبدي احكي لكم معلومة، عشان اسوي اكتيفيشن للريسبتور بحيث اخلي الريسبتور يقدر يسوي سيجنالينج لازم اسوي له فوسفوريليشن، ميزولي فوسفوريليشن عن فوسفاتيز. فوسفاتيز هو عبارة عن انزيم از يعمل على ازالة الفوسفيت، فلما فوسفوريليشن اني اضيف ذرة فوسفيت. فاضافة ذرة الفوسفيت على هذا اللي هو الريسبتور يا اخوان جدا مهمة في ان انا والله ايش اسوي؟ اني بسم الله الرحمن الرحيم اسوي اكتيفيشن لهذا الريسبتور بحيث اسوي سيجنالينج. فلما اروح افعل الفوسفاتيز واروح اشيل هذه الفوسفات جروب من عنها، فبحكي لك when phosphate groups are removed from phosphorylated proteins or lipids شو بصير عندنا؟ due to inhibitory receptor activation راح يصير في عندي inhibition لهذا الريسبتور وانهبيشن للسيجنالينج، وراح يصير في عندي controlling للاميون ريسبتور سيجنالينج داخل هذه الخليه. وفي لك الشيء الثاني اللي هو اليوبيكوتينيشن، وطريقه اليوبيكوتينيشن احنا راح احكيها هون بتفصيل جدا جدا وكلمات سهله جدا ما فيها اي شيء معقد. المحاضره الثامنه نشوف بس الصوت على السريع. صح بس اهو ما بتشوف الفيسبوك؟ نعم. تمام انت امس فعلا بدأت ولا انت لا انت اوكي بزيك يا اخوان نشوف بالله ان شاء الله مع الصوت شويه.
الصوت الصوت كيف يا اخوان هسه؟ انه واضح مش واضح؟ فيه صدى مع صدى؟ اتوقع الاوديو يبين. الصوت ممتاز 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 جدا. اوكي اوكي المحاضرة الثامنة، وباي ذا واي من المحاضرة الثامنة والتاسعة والعاشرة بتبلش الأشياء تصير جدا جدا سهلة. هي بس حرفيا المحاضرة السادسة بجوز ربنا الله يعني المحاضرة تزخم. المحاضرة التاسعة، المحاضرة التاسعة أبان. طيب المحاضرة الثامنة يا إخوان stages of lymphopoiesis. هسا أول شيء هنحكي فيها المحاضرة الثامنة هي عمليات إنتاج الليمفوسايتس من العدم، تمام؟ فبتبلش عندي كهيماتوبوتيك ستيم سيل، فش عندي ستيم سيل وخلية جذعية، وذيس ستيم سيل اكسبريس سي دي 43 وجدا جدا مهمة، تمام؟ تعرفون سي 43 نجدها على سطح الستيم سيلز، تمام؟ بعدين بصير عندي كومن لينفويد بروجريتورز، اي انه بعد الستيم سيلز اخوان بتروح هاي الستيم سيلز بتعرفك خلاص، انا بدي اصير ايش؟ اللي هي الليمفوسايت سواء كانت بي سيل او تي سيل، تمام؟ بعدين بعد الليمفويد بروجينيتور راح تلاحظ انه صارت يوني بوتنت بروجينيتورز. هذول الخلايا ذيز سيلز هاف ناو بيكم كوميتد تو ا سيرتن ليمفوسايت. يعني هون انا الكومن ليمفويد بروجينيتور، هون كانت الستم سيل حكت خلاص عند سيل ليمفوسايت، وانا مش ببعد مش محدد. على اليوني بوتنت بروجينيتور بتحدد نوع الخلية بتصير يا هي بي سيل يا هي تي سيل. البري ليمفوسايت اللي هي يا بري بي سيل يا بري تي سيل اللي هي اول مراحل انتاج الخلايا الليمفوسايت. وبعدها بتيجي عندك الاماتشور لينفوسايتس والماتشور لينفوسايتس. خصائص كل واحده فيهم صراحه مهمات، مش مهمات مش مهمات العكس مهمات جدا. ولكن بدي تقرأ قراءه سريعه في حاله انه انتم مثلا اجاكم خاصيه من خصائص تكون ما نفجمك تعرف تبحث عنها بكل سريع جدا، يعني عشان مش كثير مهم تحفظوهم صراحه. immunoglobulin and T cell receptor genetics. هسه بالنسبه دقيقه بدنا نشوف السريع. تمام واضح صوت ممتاز 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 ممتاز. بالنسبة للإيمونوجلوبين أند تي سيل ريسبتور جينيتكس إخوان، واللي هي الجينيتكس المسؤولة عن إنتاج التي سيل ريسبتورز والإيمونوجلوبينز، بيجي بحكي لك the body needs a vast variety of different immunoglobulins and T cell receptors in order to identify the antigens which may be encountered. بيض كلمة ثانية كمان بيض بدناش إياها. In order to overcome this obstacle بقول لك which obstacle، أنا والله each one of these immune receptors was encoded by a separate gene. This would create a massive burden on cellular genome. شو قصدي بهذا الحكي يا إخوان؟ بحكي لك تخيل إنه والله الأعداد الهائلة T cell receptors والإيمونوجلوبينز اللي في جسمي، قديش في أعداد؟ أعداد لا تعد ولا تحصى صح؟ بحكي لك تخيل إنه والله كل إيمونوجلوبين أو كل T cell receptor انا بدي انتج يكون مختلف عن الاخر يكون في له جين معين. يا اخواني انا بحكي لكم عدد اللي هو مثلا اللي هي اعداد اللي هي الليمفوسايت عندي 10^11 ولا 10^12 رقم والله العظيم ما بعرف شو اسمه اصلا رقم في الرياضيات. فتخيل والله انت في عندك 10^12 جين عشان هاي تيسل عشان هاي تيسل سيتوز او ايميوغلوبينز مستحيل صح. بقول لك لا انا في عندي عدد من جينات جدا محدوده وقليل جدا، ولكن شو بسوي فيها؟ بسوي تعديل على هالجينات كل شوي بحيث يطلع عندي اميونوجلوبين جديد ويطلع عندي تي سيل ريسبتور جديد. فانا في عندي حاجه عمليه للتعديل بسويها في دي جي ريكومبينيشن وصار مش ان شاء الله. فانا عندي جينات تبعت التي سيل ريسبتورز والاميونوجلوبينز اخوان، بروح بعدل عليها، بروح بقصقصها، بعدل عليها، بجمع اكثر من جزء عشان يطلع عندي ايش؟ تي سيل ريسبتور جديد او اميونوجلوبين جديد. كيف تتذكروا او كيف مثلا انتم تحلوها براسكم؟ احنا عندنا مثلا في اللغه العربيه يوجد 28 حرف. كم كلمه بدها اشرح لها 28 حرف؟ عدد لا نهائي صح؟ وهذا هو المقصود من هون من تي سيل ريسبتور. انا بروح بسوي مثلا عندي تقريبا يعني نفترض كرقم عشوائي 30-40 جين، وبروح بسوي اللي هي ريكومبينيشن عشوائي بيناتهم عشان يطلع عندي تي سيل ريسبتور ومينوجلوبين. قديش عدد تطلع عندي؟ حرفيا لا نهائيه زي احرف اللغه العربيه بالضبط. تمام تمام. بيجي بيحكي لك انه والله during lymphocyte development somatic recombination اذا اللي هي through the action of VDJ recombination enzyme will rearrange these segments. فانا يا اخوان اثناء عمليه تطور الليمفوسايت عشان احدد ما هو الريسبتور ونوع الريسبتور راح اطلع على هذا الليمفوسايت، بروح على الجينات تبعته وبلش اعدل على الجينات وبلش انا اخرها هيك انه اسوي rearrangements وتعديلات في اماكن الجينات هذه عن طريق انزيم اسمه ايش؟ VDJ recombinase enzyme. وهذا الانزيم بمسك السيجمنت تبعت هذه الجينات وبروح بيعدل لي على اماكنها بحيث يطلع عندي في النهايه تي سيل ريسبتور او مينوجلوبين خاص في تلك التي سيل او في تلك البي سيل تطلع في النهايه. اوكي
وهاي اخوان هاي السيكونشال ايفنتس اللي هي ديورنج في دي جي ريكومبينيشن. طبعا شو هي الفي وشو الدي وشو الجي راح نحكيها ان شاء الله قدام، ولكن هي عباره عن زي ما تقول هي اجزاء موجوده على اللي هي الجينات مسؤوله عن كل واحده منها الانتاج شيء معين. فعنا اخوان في عنا اللي هي السيكونشال ايفنتس ثرو ريكومبينيشن. اول شيء ببلش عندك اللي هي السينابسز اللي هي تو جين سيجمنت ويل جيت كلوزر توجذر. فلاحظ معي انا مثلا انا عندي هذا الجزء اللي هون في بدي اروح اقربه واربطه مع هذا الجزء اللي هون جي، تمام؟ كيف انا بدي اشيل هذا الجزء النصاني؟ بقول لك اول شيء تسوي سينابسس، بتروح انت بتقربهم على بعض وبتخلي هذا الجزء كثير يقرب هذا الجزء. طيب كيف سويت زي حلقه وقربت هذا الجزء وهذا الجزء؟ المرحله الثانيه وهي الكليفج. شو الكليفج؟ اني انا اقص هذا الجزء من فوق وهذا الجزء من فوق بحيث اطلع هاي الحلقه لحاله وهذول الجزئين لحال. عشان منطقيا انا بعد ما اقص هذول الجزئين اقدر اربطهم لحالهم، صح؟ ممتاز. بيجي بيحكي لك ال two steps of the synapse for the cleavage، وهذا سؤال في الامتحان. The two steps are done by an enzyme called RAG1 RAG2 and this complex is called VDJ recombinase enzyme. تمام؟ إنه أنا RAG1 والRAG2 إخوان اللي هو هذا الكومبلكس بيناتهم جدا 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 مهم في ماذا؟ في عملية الكليفج والسينابسس، عشان أقدر إني أقطع الأجزاء اللي بدي إيش أربطها. بعدين إخوان بصير في عندي هيربن أوبننج. كلمة هيربن انا يا اخوان هو عباره بين قوسين حرفيا معناها محبس مي، زي محبس المي. انا لما اجي اقص هذول الجزئين بيكون في زي محبس المي هذول مسكرات الجزئين هذول، فلازم افتحهم على بعض عشان اقدر اربطهم في النهايه، تمام؟ فالهيربن اوبننج وهي فتحه اللي هي الهيربنز عشان اسوي بروسنج شوي للانز عشان اقدر في بعدين اني اربطهم مع بعض. هاي الاوبننج بتصير زي الانزيمات، اول انزيم ارمنز دي ان اي بي كي، وفي عندك اكزم نيوكليس وعندك تي دي تي. هسه هذول كلياتهم مهمات، اهم واحد بيهمني مين؟ التي دي تي في هذا الهيربن اوبننج. وبالنسبه للجوينينج انا بعد ما فتحت الهيربن وسويت شوي بروسنج للانز اللي هون عشان تساعدني في عمليه الجوينينج، الجوينينج النهائيه عمليه الربط النهائيه بتصير عن طريق انزيمز واحد اسمه دي ان اي بي كي، وهذا نفس اللي هون ساعدني في الهيربن اوبننج، والدي ان اي لايجيز وهو اهم واحد عندنا اللي هو دي ان اي لايجيز. انيشال جين سيجمنتس اخوان لما نيجي نطلع احنا، طبعا انت راح تلاحظوا انا في عندي اخوان ال سيجمنت وفي سيجمنت ودي سيجمنت وجي وسي سيجمنت، تمام؟ ال فور ليدر سيجمنت، الفي فور فاريبل، الدي فور دايفرسيتي، والجي بتيجي للجوينينج، والسي فور كونستنت. طبعا انت لو بتيجي مثلا تشوف هون طلع حرفيا بتكون ترتيبها على الجينات كسيجمنت حرفيا كجزيئات. فانا في عندي على الجين هون في عندي هون ال سيجمنت وهي الليدنج سيجمنت، وهي تاتي قبل الفاريبل سيجمنت المسؤوله عن ماذا؟ المسؤوله عن انتاج الفاريبل ريجن اوف ذس تي سيلز اوف ذس اميونوجلوبولين، تمام؟ وفي عندك انت هذا الجي سيجمنت، هذا اللي عباره عن في دي جي، في النهايه عباره عن جوينينج سيجمنت المسؤول عن الارتباط في النهايه. وفي عندك كمان هذا اللي هي السي سيجمنت عشان الكونستنت سيجمنت سواء كانت التي سيل ريسبتور او لمين؟ للبي سيل ريسبتور، تمام؟ وفي عندك طبعا دي سيجمنت النقطه، احنا ليش كاتبين دائما لحظه في دي جي؟ ليش كاتبين دي دائما بين قوسين؟ يعني اخوان في عندنا احنا في بعض المناطق وفي بعض الريسبتورز لا يوجد فيها الدي سيجمنت، يعني احيانا بيكون في لك الدي سيجمنت بعد الفي سيجمنت على طول، ولكن بعض الاحيان مش ضروري كثير تلاقيه، تمام؟ واحنا عشان نسوي ريكومبينيشن اللي هو انه نسوي ارينجمنت لهذه السيجمنت مع بعض ونكون اشكال مختلفه من تي سي ريسبتورز او من جلوبلينز، بنسوي الاتي: بيكون انا في عندي اعداد كبيره من هذه الفي سيجمنت، واعداد كبيره من هذه الدي سيجمنت، واعداد كبيره من هذه الكونستنت، واعداد كبيره من هذه الجي. فانا لما اروح اربط مثلا بدي مثلا اسوي مثال طلع هون انا عندي البي سيل ريسبتور، انا في عندي الهيفي تشين لوكس بتاع البي سيل ريسبتور، هيفي تشين تمام، موجود على كروموسوم 14 جدا مهمه، تمام؟ طلع قديش عدد الفي جين سيجمنتس؟ عندي 45 في جين سيجمنت تختار منها اللي بدك اياه، وبتروح على الدي جين سيجمنت على 23 تختار اللي بدك اياه. وفي عندك في اتش جين سيجمنت، طبعا هذا الاخوان هذا كله موجود هون في هذا اللي هو البوكس، هذا البوكس جدا 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 مهم، الارقام فيه حفظ. يعني يجي يحكي لك والله الالفا تشين فور اميونوجلوبينز مثلا كم جي سيجمنت عندك، بدك تيجي تحكي له اول اربعه عندي 30 في سيجمنت وهكذا، تمام؟ يعني الهيفي تشين مثلا اسوي مثال، عفوا هاي دلتا، الهيفي تشين انا عندي اياها هون عباره عن 45 في سيجمنت زي ما شفنا فوق، و23 دي سيجمنت، و6 جي سيجمنت، و9 سي سيجمنت. انا حرفيا بمسك واحده من هون وواحده من هون وواحده من هون وواحده من هون بشكل عشوائي، بسوي لهم ريكومبينيشن وبنتج بالنهايه هذا الهيفي تشين. ومش بس هيك، انا كمان بنتج واحده كابا او واحده دلتا بعدين كمان كنكون مكمل الهيفي تشين بشكل عشوائي. فتخيلوا يا اخوان انا قديش اعداد الاميونوجلوبينز اللي ممكن اطلعها من هذا الامر، يعني اعداد هائله.
عشان قاعد بخلط بشكل عشوائي بيناتهم. بدي اياكم تعرفوه بشكل مهم جدا يا اخوان، اللي هي كمان اماكن اللي هي اللوكسز. اذا حكى لك مثلا بالنسبه للاميونو جلوبولينز الكابتشين والموجود بدك تحكي على كروموسوم 2، اذا حكى لك الجاما عفوا الدلتا تشين والموجود تحكي على كروموسوم 22، الهيفي تشين تحكي على كروموسوم 14. مهم جدا تعرف الاماكن. وبالنسبه للتي ريسبتور شو بدك تعرف يا قلبي؟ بدك تعرف اللي في عندك الالفا والدلتا تشين موجوده على كروموسوم 14، والبيتا والجاما موجودة على كروموسوم 7 ولكن في اماكن مختلفة عن بعضها البعض. وهون هاي قصتي اللي انا بحكي لكم، قلت لكم انه في عندنا بعض الريسبتورز لا او بعض اللي هي الجزيئات من مكونات هذه الريسبتورز لا يوجد فيها الدي سيجمنت. فلو تروح انت على اللايت تشين يا اخوان، لما تروح على اللايت تشين اوف ذا اميون جلوبولين راح تلاحظ انه الدي سيجمنت غير موجوده. راح تلاحظ انت في عندك في سيجمنت، جي سيجمنت، سي سيجمنت وال سيجمنت، ولكن ما في عندك دي سيجمنت فيها. عشان هيك الدي دائما بنحطها بين قوسين انها مش دائما موجوده. فمثلا احنا ناخذ مثلا كابا لوكس، لاحظ وي دونت هاف دي سيجمنت، هاي في هاي ال جي على طول ما في دي بالنص. فانا اي هاف اكشلي في جي ان سي كابا سيجمنتس. فلاحظ انا في عندي 45 قطعه في باخذها بشكل عشوائي، وفي عندي كمان والله ابسط كمان جي ابسط كمان كونستنت باخذها بشكل عشوائي، وبكون عندي في النهايه ايش اللي هو في كابا سيجمنت اللي انا ممكن اطلع عندي في النهايه. وهي الارقام يا اخوان زي ما قلت لكم مهمه جدا في جدول تحت احفظوها. التي ريسبتور لا يختلف اي شيء عن اللي قبله، بيجي بيحكي لك الفا ام دلتا تشين لوكس ان ار اون ذا سيم كروموسوم بس ذا دلتا تشين جين هاف دي سيجمنت وذا الفا جين دوز نوت. فبدي اياك تعرف لي الله يرضى عليك الالفا والدلتا تشين لوكس مش حكينا فوق ان الموجودات على الكروموسوم 14 تمام. هذا الالفا يا اخوان والتشينوكس حتى لو على الكروموسوم نفسه ولكن كل واحد منها على جين معين، فبتلاقي الدلتا تشين جين تمام الدي سيجمنت بتكون موجوده، ولكن الفا جين ما فيه جي ما فيه ايش دي سيجمنت. وهي مهمة جدا جدا تعرفوها. اوكي شرط هاي راح يجي عليها سؤال في الامتحان، هاي يعني هاي 100% راح يجي عليها سؤال. السؤال هيجيك الاتي، بيحكي لك التي دي تي انزايم كان بي يوزد to cause diversity in T cell receptors and which of the following بدك تحكي له junctional diversity. بحكي لك genetic origins of immunoglobulin and T cell receptor diversity. بحكي لك انه التعديلات الجينيه اللي بتصير انا عندي على الجينات بشكل عام والدي ان اي عشان تسوي الدايفرستي الكبيره والتنوع الهائل بين التي سيل ريسبتور والاميونوجلوبولين في قدرتها على الارتباط بمختلف اشكال الانتيجنز. كيف بتصير؟ في عندك اخوان جيرنال دايفرستي وكومبينيشنال دايفرستي وجنكشنال. تعريفهم يعني حلوه تعرفوها ولكن ما راح بالاغلب ما يجيب لك والله التعريف نفسه، ولكن راح يجيب لك مثلا انه insertion of N regions through TDT enzyme بيتم في اي وحده من الدايفرستي بدك تحكي عن طريق الجنكشنال دايفرستي. تمام تمام الجدول قلنا كثير مهم وحفظ. هسه introduction to T cell development انه اثناء الديفلوبمنت بعد T cell اخوان، هذه عباره من اسهل المواضيع الموجوده عندنا ايش في صراحه المحاضرات، ولا تحتاج ولا لاي شيء يعني حرفيا قراءه انت بتكون طالع منها جدا جدا سهله. وبرجع باكد لكم مره مليار CD1 مهم جدا على الناتشو كيلر تي سيل عشان يسوي لي ايش؟ عشان يتعرف لي على الليبيدز وعشان نقدر والله انه والله نتعرف على الليبيدز عن طريقه والله نرتبط فيها اذا كانت اللي هي الانتجن اللي عندي عباره عن ليبيدز تمام؟ وراح يجيك سؤال في الامتحان عليها. هسه من هذا الجدول اعرفوا لي السيرفيس ماركرز، اعرفوا لي التي سيل اكسبريشن، واعرفوا لي التي سي ار دي ان اي تمام. هذول الثلاث اهم وحده مين بدي اياك تعرفوا صراحه اللي هي السيرفس ماركرز. يعني انا لما اجي والله بدي اجي احكي لك انه انا في عندي هنا على سطح الستم سيل موجود سي دي 44 وسيكت ولكن لا يوجد سي دي 25. السي دي 25 متى ظهرت لي؟ على مثلا البروبيس على البروتي سيل تمام. مثلا ممكن يسالك السي دي 44 از جون ولم تعد مظاهره، في متى؟ تعرف سي دي 44 ماينس على البري تي سيل. هاي معلومات يعني دكتور كنبل الله ما بحب يجيبها وبالاغلب بالعاده ما بتجيبها، ولكن لا تستغربوا اذا اجت عندكم في الامتحان كسؤال تمام. والبي سيل ديفلوبمنت نفس الشيء اخوان جدا جدا والله سهلات تمام. واحد عنده سؤال انا قاعدين ان شاء الله بنجاوبكم. بالنسبه للاوريجن اوف ديستنكت بي سيل سبسيتس، انا اخوان بالنسبه للبي سي اساسا بحكي لك اللي اكوردنج تو ذا تايب اوف ذا اللي هي هيماتوبويتك ستيم سيل. هيماتوبويتك ستيم سيل اذا فروم ويتش ذي اوريجينيت بي سيلز ار ديفايدد، حسب الستيم سيل من وين طالع. احنا عندنا هاي البي سيل، احنا عندنا البي سيلز تقسم الى الاتي، في عندنا بي 1 سيل وعندك بي 2 سيل وعندك ايش
من البيتو سيل يقسم الى قسمين مارجن وفولوكيلر، وهذا راح يجي عليه سؤال في الامتحان. واكتبوا لي هاي الفقره سؤال بحيث انك تعرف انه البي 1 سيل هي السيلز التي تخرج من الفيتال ليفر ديرايفد هيماتوبويتيك ستيم سيلز. يعني الستيم سيلز اللي احنا بنتذكر احنا اثناء تطور الجنين بيكون اول شيء الليفر هو اللي بتجي ستيم سيلز، بعدين في عندك سبلين، بعدين بصير عندك ابصر وين اماكن اخرى كاول شيء بعرف اول شيء بلش يوكساك، بعدين عندك ليفر وسبلين، بعدين بصير عندك مين اللي هو البولر وبيطلع عندك مايو ساك سلاز برايمري ليمفويد اورجانز. ولكن انت عندك في البدايه بيجي بحكي لك الليفر راح تلاقي ان الليفر هو الذي ينتج عن الستيم سيلز، تمام؟ فالستيم سيلز اللي جايه من الليفر اثناء ما الفيتس قاعد بتكون داخل جسم امه، هذه الستيم سيلز تتمحور وتنتج عندنا ايش؟ بي 1 سيلز. هذه البي 1 سيلز تفرز لي، مهم جدا تعرف خصائصها، ناتشرال انتي بودي. شنو ناتشرال انتي بوديز؟ يعني مقاي بين قوسين اي جي ام اميونو جلوبولين ام. طبعا شيء منطقي تدري اميونو جلوبولين ام لانه الانتيجين اللي تواجهها ذي ار ليبيدز ماكرو ليبيدز اند بوليساكرايدز، تمام؟ عشان احنا نعرف يا اخوان في اول محاضره لما حكينا عن تي اندبندنت تي ديبندنت ريسبونس حكينا الايزوتوب سويتشنج وانه نحول احنا من اي جي ام انتي بودي الى انتي بوديز وامينو جلوبولينز اخريات لما نحتاج شيء اساسي. ايش هو؟ مساعده التي سيل، ومن دون التي سيل لن نستطيع ان نعمل اي ايزوتوب سويتشنج. وبالتالي هاي التي سيل وجودها شيء اساسي جدا جدا. والتي سيل متى نقدر احنا ناخذ مساعدتها؟ فقط ها فقط اذا كان الانتيجين بروتينا. ولكن الانتيجين ماله ليبيد وبوليساكرايد، فمنطقيا هل راح يكون في ايزوتوب سويتشنج؟ لا، وبدل البي سيلز راح تنتج فقط ناتشورال انتي بوديز ويتش ار اي جي ام انتي بوديز، تمام؟ تمام. ومهم نقطه انه البي 1 سيلز راح تلاقي فيه على سطحها ريسبتور جدا مهم اسمه سي دي 5 ريسبتور. هسه البي 2 سيلز they originate from bone marrow، لاحظوا البي 1 طالع من الفيتال ليفر، هون طالع من البون مارو ديرايفد هيماتوبويتيك. They complete maturation the spleen، تطلع من البون مارو وبتكمل maturation تبعها وين؟ في السبلين، وتقسم الى قسمين مارجينال وفولوكيلر. هسه يا اخوان النقطه وين؟ انه انا بدي اياكم تفهموا انه هاي الفقره لن تعاد معكم في اي محاضره اخرى، وهي قد ذكرت هنا ناتشورال كيلر تي سيل حكيناها في محاضره سابقه وفي محاضره قادمه، ممكن هاي الفقره لن تعاد معكم في اي مكان اخر، تمام؟ فمهم جدا ان تاخذوا المعلومات تبعتها من هون، تمام؟ وتقرؤوها بشكل منيح عشان راح يجي عليها السؤال. وهنا نفس التي سيل سيرفيس ماركرز اي جي اكسبريشن اي جي دي ان اي، شو راح يجيك السؤال؟ راح يجيك السؤال كالاتي، اكتبوا اذا بدكم. CD19 and CD10 are expressed in pro B cell. نقطة انتهى، هذا السؤال في الامتحان، تمام؟ تمام. كذا عندنا محاضرتين. نشوف الصوت كله تمام، كله تمام. يلا بس كمان دقيقة على السريع واشرب لي مي وارجع لكم. انا حاجه ممكن يشوفوها.
اوكي اخوان، صوت مسموع، كل سامع؟ بس واحد يكتب لي انه تمام، وخلينا نبلش بالتاسع العصر. اوكي تمام. اوكي المحاضرة التاسعة، المحاضرة التاسعة والمحاضرة العاشرة محاضرتين مرتبطات ببعض بشكل مش طبيعي، يعني التاسعة لازم تكون مدروسة عشان تقدر تدرس العاشرة، تمام؟ أول إشي بس خلينا نحط السهم اللي هي كي سيرسنتيل انفساد اكتيفيشن. زي ما حكينا يا اخوان، انا في عندي والله عندي انتيجين، اول شيء في عندك اللي هي اول عمليه، الانتيجين يتم ابتلاعه عن طريق الانتيجين بريزنتنج سيل، ويصير في عندي بروسيسنج لهذا الانتيجين وتعديل القصر هذا الانتيجين بحيث اني اقدر اعرضه على سطح الامعاء، على سطح هذا الانتيجين بريزنتنج سيل مرتبطا بام اكس سي مولكيول. هاي واحد. بعدين تيجي التي سيل تتعرف على الام اكس سي مولكيول وترتبط فيه، وبصير لك ايش؟ اول سيجنال عن طريق مساعده مين؟ الاكسسوري مولكيولز. ففي عندك انت الاكسسوري مولكيولز اخوان بتسوي ستابلايزنج للباندنج، وبتسوي كمان اللي هي مساعده لانتاج السيجنال وسيجنال ترانزكشن بشكل نهائي. الكورس ستيميوليتري حكينا لها وظيفه اساسيه الا وهي السكند اكتيفيشن سيجنال، وحكينا مين الوحيد اللي تتعامل معها هسه من هون لنهايه المحاضره، انا هي السي 28 مع البي 7 بشكل اساسي. بعدين بعد والله ما اجي اللي هي الفيرست سكند سيجنال، راح يصير في عندي انا ترانزكشن ونقل هذه السيجنال والاشارات من السيل سيرفس والمصاف الخليه الى النيوكليس تحتوي على الدي ان اي عن طريق سكند مسنجرز مختلف اشكال البروتينات والانزيمات في داخل الخليه. معلومات بيض مش كثير بيهتمني يعني. التي سي ار كومبلكس، لاحظوا في هذه المحاضره لا تكون ناسب قبلان، في المحاضره اللي حكينا قبل شويه كانت دكتور مين؟ كانت دكتور وكان، وكل واحد كتب لك شيء عن كل مصادر تي سي ار كومبلكس. هسه احنا نعرف من هو يتكون من ماذا؟ يتكون من التي سي ريسبتور، ويتكون من الاكسسوري مولكيولز تبعون اللي هم مين؟ تو زيتا تشينز، هون في عندك اللي هي طل زيتا تشين زيتا تشين هون، وسي دي 3، والسي دي 3 هو عباره عن انه هو عباره عن فول بريبتايد تشينز، وبريبتايد تشينز اربعه بيكونوا وارينجد ان تو بيرز. فطلعوا يا اخواننا على الصوره، عندي هذا التي سي ريسبتور يتكون من الفا وبيتا تشين. عندي اكسسوري مولكيولز له زيتا تشين ثنتين، وسي دي 4 اربع تشينز، وكل اثنين بيجي من سي دي 3 بيجي جنب بعض، تمام؟ كيف ترتيبهم؟ كالاتي، طيب كيف؟ جاما ابسلون و ابسلون دلتا. وهذا شيء كثير 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 مهم تعرفه، بان صحيح عندي 4 بولي بيبتايد تشينز، ولكن هنا مكونه من ثلاث انواع من البولي بيبتايدز، تمام؟ تمام. انرجيكال سينابس نوتنش كثير اكسسوري مولكيولز. هسه يا اخوان الاكسسوري مولكيولز لما حكينا عنها قبل، حكينا الاكسسوري مولكيولز مين هن؟ سي دي 3
بالاضافه لمين اللي هي الزيت صح. هسه بما ان الدكتور كامل في الكتاب ودكتور لاصق لنا في الكتاب فاكيد كل واحد راح يكون ايش الكتاب هذا يعني كل كاتب هذا الكتاب كاتب على كيفه. فكنت قلت لك الواحد لا والله دكتور لا لا لا, لا. كل واحد عارفين بكتب على كيفه وبتيجي الاسئله حسب هذا الكتاب المكتوب من قبل الكاتب. فانت في عندك اكوان الاكسيتر مولكيولز في محاضره مكان كانت سي دي 3 وزيتها في محاضره الدكتور ناصر هي عباره عن الكوريسبترز بالاضافه الى الاكسيتر مولكيولز اللي حكينا عنهم. فانت في عندك كالاتي فينك بيجي بيحكي لك انه سيل سيرفيس بلازما بروتينز ذي ار انفاريانت اند دونت كونتريبيوت تو سبيسيفيستي اوف انتراكشن. هاي بدي اياها يا اخوان ان الاكسسوري مولكيولز ليس لها اي علاقه بتحديد السبيسيفيستي للانتراكشن ما بين التي سيل ريسبتور والانتيجن. من هو الوحيد الذي سيستطيع ان يحدد نوع الانتيجن راح ترتبط معه اللي هو التي سيل ريسبتور. والتي سيل ريسبتور هو الوحيد الذي يستطيع ان يرتبط بالانتيجن ويحدد هذه السبيسيفيستي. اي مولكيول اخرى ليس لها اي علاقه بهذا الامر. تمام. من امثله الاكسسوري مولكيولز عندك اللي هي اللفة واحد اللي هي ترتبط بآي كام واحد اللي هي تؤدي الادهيشن. اللفة اثنين سي دي ثنتي ذكر سي دي اثنين كانت حكيناها كوستيميتي الموليكيول كانت المحاضرة تبت دكتور كان ترتبط مع لفة ثلاثة وظيفة الادهيشن. وفينك في ال اي فور اللي تتبع مع الفي كام واحد وظيفة الادهيشن. وهذول عبارة يا اخوان لاحظوا كلها عبارة عن ايش انتجرنس ريسبتور انتجرنس. تمام. الانتجرنس هم عبارة عن اكسسوري مولكيولز بتلاقيهم على سطح التي سيل ريسبتور يرتبطوا مع هذول اللاجانز لوظيفة الادهيشن. وفينك الكوريسبتور سواء كان سي دي 4 او سي دي 8 يساعدوا على الارتباط مع الخلية العارضة للام اكس سي مولكيول. هذا كيف تعرف والله لما يجي تجيب لي السؤال انه هل هذا الاكسسوري مولكيول يحتوي على هاي ولا هاي الشغلة؟ كيف بدك تعرف؟ بكل بساطة انه احنا شو قاعد بصير دقيقة جيرانا بيتهوفن يا سلام حلوين ممتاز جدا. كيف بدك تعرف هاي الشغلة؟ بكل بساطة انه احنا رح نيجي نتطلع على طريقة هذا السؤال. طبعا معلومة بسيطة لكم دكتور ركان ما بيجيب لك اسئلة. دكتور ركان ما بيجيب لك والله accessory molecules of T cells لا لا ما بيجيب لك. يعني دكتور ناصر قبل بيجيب لك اسئلة زي هيك جدا سهلة. ودكتور ركان لا بيجيب اسئلة صراحة دقيقة ما بيجيب اسئلة زي هيك واضحة. تمام ممتاز. هسه الـ costimulatory molecules مين كاتب لك هون حرفيا فقط هي وحيدة اللي هي CD28 والـ B7 اللي يرتبط معها على سطح الـ antigen presenting cell. تمام ممتاز. ريسبتورز ممبرينز وهاي جدا جدا مهمه خلينا اشرح لكم اياها عشان نريح حل قدام كثير شغلات. هسه يا اخوان في عندنا احنا ريسبتورز ويعتبر من الفاميلي سي 28 وهذه الريسبتورز تعمل على سواء تحفيز او تثبيط تي لينفوسايت. تمام تمام. طب احنا نشوف واحده واحده. في عندك اول شيء البي 7 يرتبط مع السي دي 28 واذا ارتبط مع سي دي 28 على سطح التي سيل شو راح يصير في عندك؟ راح يصير في عندك اكتيفيشن للسي سيل بس اكتيفيتنج. عندك السي تي ال اي 4 او السلطه 4 هذه السلطه 4 يا اخوي عباره عن انهبيتوري مولكيول ولا رقم واحد بي 7 شو بصير في عندنا؟ انهبيشن للتي سيل. فلاحظوا انه انا في عندي واحد بسوي اكتيفيشن وبسوي انهبيشن زي ميزان واقفات مع بعض عشان ايش؟ لا يسووا لي انه الريسبونس يكون كثير قوي ولا يكون انه الريسبونس ماله كثير ضعيف. تمام تمام. سوف 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 بسوي فيه ريجيلاتوري بالانس. هسه في عندك اللي هي هاي اللي هي الاندوسبل كوستيميتر او الاركاس يا اخوان. هاي الاندوسبل كوستيميتر وهو عباره عن كوستيميتر موجود على سطح اللي هو تي سيلز يرتبط بشيء اسمه اندوسبل كوستيميتر لايجاند يوجد على سطح الانتيجن بريزنتنج سيل. تمام. الانتراكشن بيناتهم او الباندنج ليدز تو ديفلوبمنت اند اكتيفيشن of helper T lymphocytes. راح تشوفوا هاي T lymphocytes لها اسم انا وهو follicular helper T lymphocytes. شو وظيفة هاي follicular helper T lymphocytes؟ بقول لك activating signals for T lymphocyte dependent antibody immune response. يعني انا لما اجي اربط هذا الايكاس مع هذا الايكاس ligand بكل بساطة شو انا قاعد بسوي؟ قاعد بفاعل T cells which are follicular T cells التي تعمل بشكل اساسي على مساعدة ال B cells في عملها. تمام. تذكروا تي ديبندنت بي ريسبونس. التي ديبندنت بي ريسبونس بشكل اساسي بيصير عن طريق هذا الاركس والاركس لاجند لما اسوي انا تفعيل للتي لمفوسايت هذول
انا بروح بفعل التي ديبندنت انتي بادي اميون ريسبونس تمام، خصوصا لاي بي سيلز بكيك، خصوصا البي لمفصلات الموجودات في الجيرمنال سنتر بالليمف نودز. هسه غير هيك في عندك اللي هو السي دي 40 والسي دي 40 ليجند، نحكي عنهم شويه. السي دي 40 يا اخوان هي عباره عن ماده، عباره عن ريسبتور، اين يوجد؟ يوجد على سطح الانتيجن بريزنت سيلز او يوجد على مختلف انواع الاميون سيلز. بيهمني مين انا؟ السي دي 40 ليجند والذي يوجد على سطح التي لمفوسايت. تمام تمام، بحكي لك ما وظيفة هذا CD40 ligand CD40. بحكي لك positive amplification feedback loop. شو المقصود بهذا الاشي؟ المقصود يا اخواني انه انا لما اجي افعل التي لمفوسايت، كيف بفعل التي لمفوسايت؟ انا لما بجيب التي لمفوسايت بربط اللي هي MHC molecule بتي سي ريسبتور، ربطت السي دي 28 بي 7 ربطتهم، سويت اكتيفيشن للتي لمفوسايت صح تمام. بحكي لك اكتيفيتد هيلبر تي لمفوسايت شو رح يسووا؟ they will actually increase the CD40 ligand على سطحهم، بزيدوا انتاج السي دي 40 ligand، وزياده السي دي 40 ligand سيؤدي الى ارتباطه مع السي دي 40 الموجود على الانتيجين بريزنتينج سيل. حلوين تمام، ارتباط السي دي 40 لايجند الذي ظهر على سطح الهيلبر تي لينفوسايتس مع السي دي 40 على سطح الانتيجين بريزنتينج سيل، هذا يزيد دينا من البي 7 الموجود على سطح من؟ الموجود على سطح الانتيجين بريزنتينج سيل. وزياده البي 7 احنا حكينا البي 7 منين بيرتبط؟ سواء السي دي 28 او صارت 4 حسب السي دي 28 بشكل اساسي. زياده البي 7 قاعد بعطي فرصه اكبر وكبيره جدا للسي دي 28 انه يرتبط فيه براحته، فانا قاعد بسوي كروس سيميوليشن لهي التي سيل بشكل سريع جدا وبشكل بسيط جدا. حلوين حلوين، بحكي لك اللايسنسينج فينومينا. فانا لما اجي اسوي اللي هو والله زياده ارتباط سي 28 مع البي 7 انا قاعد بزيد اللي هو السكند سيجنال كثير داخل التي لمفوسايت، اما يؤدي الى ماذا؟ الى بوزيتيف فيدباك لوب، الى والله التي لمفوسايت عشان يصير لها اكتيفيشن زادت البي 7 على اللي هي بصراحه عندي بريزنتنج سيل عشان تزيد الاكتيفيشن تبع التي سيل، فحرفيا صارت زي دويره. هيك لايسنسينج فينومينا ان السي دي 40 ليجند اندايركتلي اكتيفيتس دندريتك سيلز تو بيكم بيتر مور بوتنت اند اكتيفيتد انتيجن بريزنتنج سيلز. فالسي دي 40 يعني اندايركتلي بشكل غير مباشر تؤدي الى اكتيفيشن اوف دندريتك سيل وتحويل هذه الانتيجن بريزنتنج سيلز الى اكتيفيتد بريزنتنج سيلز. وماذا يختلف بين هذه الانتيجن بريزنتنج سيلز عن نون اكتيفيتد؟ الاكتيفيتد انتيجن بريزنتنج سيلز اخوان راح تلاحظ ان الاكسبريشن للبي 7 جدا عالي، هاي واحد. ثانيا قاعدين بيسووا سكريشن وافراز للسيتوكاينات زي الانترلوكين 12، وهذا الانترلوكين 12 هو عباره عن انترلوكين لكن ان شاء الله قدام في هذه المحاضره يساعد على التي لمفوسايت اكتيفيشن بشكل كبير جدا. تمام تمام، سي 28 بي 7 فاميلي قراءه سريعه وهي مشكله مهمه. الادجوفنس معلومات بسيطة تعرفوها عنها انه هي عبارة عن مادة تضاف الى الانتيجنز لما يكون الانتيجن ضعيف كثير، عشان ايش؟ نقدر انه نخلي هذا الانتيجن يسوي اميون ريسبونس ضد الجسم، وهي نستخدمها كثير مع الفاكسينز والمطاعيم. تمام؟ اوكي، معلومات بسيطة مش كثير مهمني. السرطة 4 نفس اللي هي البي 7 هي بحكي لك بس اللي هي كيف انه بيرتبط كيف يسوي بلوكين. البروجرامد سيل ديث 1 بقول لك originally thought to be involved in programmed cell death but now known not to have a role in T lymphocyte apoptosis. هذا programmed cell death اخوان بكل بساطه وظيفه السرطه 4 شو بسوي؟ بيروح بيثبط لي السيجنالينج داخل التي سيلز وبروح بثبط الاميون ريسبونس. سموه programmed cell death لانه كانوا مفكرين زمان انه والله هذا البي دي 1 اذا ارتبط سيؤدي الى apoptosis of the T cell وتدمير التي سيل، بعدين لاحظوا انه لا ما لهاش اي علاقه وراح حكي فاضي، لكن طلع انه اوف نغير هاي المعلومه من كل الكتب، لا يعني واحد مغيرين خلص نكتب اللي هي النوت ونظل ماشيين. هذا البي دي 1 الموجود على سطح التي لمفوسايت اخوان يرتبط بتو لايجنز، يا بي دي ال 1 يا بي دي ال 2. تمام، هذه البي دي ال 1 توجد على سطح الانتيجن بريزنتنج سيلز وعلى الكثير من الخلايا والتيشوز الاخرى، ولكن بدك تعرف ان البي دي ال 2 موجوده فقط على الانتيجن بريزنتنج سيلز. تمام، هسه اذا احنا صار في عندنا نوك اوت مايس لكن بي دي 1 وصار في عندنا احنا والله رحنا شو كلمه نوك اوت ماوس اخوان؟ انه انا رحت على هذا الماوس ورحت على الجين اللي انا ذكرت بعد النوك اوت ماوس ايش سويت له نوك اوت اللي هي البي دي 1، رحت على الجين المسؤول عن اظهار البي دي 1 عندي ورحت سويت له نوك اوت او رحت سويت على التعطيل لهذا الجين اللي ينتج هذا المركب. تمام؟ فانا رحت على هذا الماوس وعطلت الجين تبع البي دي 1 هذا والله الاميو ريسبونس عندي لو يثبط راح يصير في عندي انا تحفيز كبير اميو ريسبونس وممكن قد يؤدي ذلك الى اوتو اميون ديزيزز حيث ان الاميو سيستم تبع قاعد بيهاجم جسمي بشكل مباشر. تمام تمام، مثل امثله هاي الامراض الاوتو ايمين ديزيزز زي اللوبوس لايك كيدني ديزيز والارثرايتس. ممتاز، معلومات قراءه سريعه ما فيها اي شيء.
اوكي صراحه بدي اوصل لمعلومه اللي هي تي لمفوسات اكتيفيشن اللي هي ديفلوبمنت تي لمفوسات تي هي البيرسون هون ها ها هون موضع الاسئله هاي تي بر ديفرنشيشن فور سكند تي بر 1 او 2 او 3 عفوا تي بر 1 او 2 او 17 راح يجي عليها سؤالين ثلاث في امتحان يعني ما فيهاش بدي اياك تعرفوا الاتي شايفين الحكي هذا كلياته بدي اختصر لكم اياه كلياته موجود وين في الجدول الذي ذكر في نهايه المحاضره العاشره خلينا نفتح المحاضرة العاشرة وخلينا نفتح على آخر جدول فيه هذا الحرفين بيختصر لي كل الحكي اللي هناك تمام؟ بدي اياكم تعرفوا الآتي يا اخوان انه انا في عندي تي هيلبر 1 التي هيلبر 1 شو بتسوي لي؟ بتروح عندما تتحفز وعندما يصير في الاكتيفيشن لها بتروح بتحفز لي الماكروفيجز انها تسوي لي ايش؟ القضاء وتقضي على الانتراسيلولار مايكرو اورجانيزمز. فانا يا اخوان القصه كيف بتصير؟ انا عندي هالماكروفيج، هالماكروفيج تروح تطلع مايكرو اورجانيزم وراح تفوق جوا الفاجوسوم، ولكن هالمايكرو اورجانيزم داخل الفاجوسوم ماله؟ عنيد. تلح ما قدرت الماكروفيج هيك لحالها وهي داخل فاكسور ان تدمره فاحتاجت الى مساعده خارجي مين مساعدها التي هيلبرون التي هيلبرون بتروح الماكروفيجز هاي بتفعلها بصورة تحفيز بتروح الماكروفيجز بتفعل اللايزوزايمز تبعتها داخلها وبتخلي اللايزوزايمز ترتبط مع هاي الفاكسور اللي داخل الماكروب مما يؤدي في النهايه لتحليل هذا الماكروب بشكل كامل تمام تمام فهي تقضي على الانتراسيلولار مايكرو اورجانيزمز فيلك الاندوسينج سايتوكاين جدا مهمه هاي تميز بيناتهم التي الانترلوكين 12 هو الاندوسينج سايتوكاين تبعه تمام ومساعدات لهذا الانترلوكين 12 الا هو انترلوكين 18 وانترفيرون جاما حلوين تمام طيب شو بسبب الاندوسينج سايتوكاين بيجي بقول لك يا اخوان انه انت لما تيجي التي سيل تثبت بها الماكروفيج هي بتكون سي دي 4 هيلبر تي سيل بعدها ما صارت تي هيلبر 1 تو 17 بدا السلسله تميز تمام ارتبطوا بهالماكروفيج والماكروفيج كان مفرز عندنا هذا الانترلوكين 12 تمام ممتاز لما هذا الانترلوكين 12 افرز من الماكروفيجز وراح ارتبط بها التي لمفوسات المرتبطه او السي دي 4 هيلبر تي سيل اللي بعدها ما صارت هاي ديفرنشيشن مرتبطه لهذا الماكروفيج هذا الانترلوكين 12 ادى الى تفعيل بعض الترانسكريبشن فاكتورز زي التي بت زي الستات 1 زي الستات 4 وهسه راح احكي لكم خلال شويه معلومات هون الزياده عنهم بسم الله الرحمن الرحيم اللي هن قلت كيف الانترلوكين 12 والانترفيرون جاما اذا دي ويل اكتيفيت الترانسكريبشن فاكتورز اللي هي التي بت والستات 1 والستات 4 في داخل التي لمفوسايت تمام وهذه اللي هي سي دي 4 هيلبر تي لمفوسايت وهذه الترانسكريبشن فاكتورز ستساعد تحويل هذه الهيلبر تي لمفوسايت العاديه الى تي هيلبر 1 متخصصه تمام طيب مين اهم واحد بين هذول الثلاث التي بت التي بت يا اخوان از ذا ماستر ريجوليتر اوف تي هيلبر 1 ديفرنشيشن معلومه وسؤال في امتحان الله يرضى عليكم التي بت جدا مهم تعرف انه هو الماستر ريجوليتر للديفرنشيشن التي هيلبر 1 تمام تمام وكيف بتصير الوظائف الاخرى؟ انه فين انا انترفيرون جاما بيروح بفعلي هذا الستات واحد، الستات واحد بقول لك انه ستيميليت ذا اكسبريشن اوف تي بت ويتش انهانس انترفيرون جاما، فلاحظ انا انترفيرون جاما قاعد بنفرز، افرازه يذهب الى هذا التي هيلبر 1 ويحفز الستات 1، والستات 1 بيروح يحفز التي بت، التي بت في النهايه بيخلي هاي التي بت 1 تفرز كميات هائله وكبيره جدا من الانترفيرون جاما، فلاحظوا الانترفيرون جاما في البدايه ادى الى زياده افراز الانترفيرون جاما من هذا التي هيلبر سيل، فاذا بوزيتيف امبليفيكيشن انه والله الشغله ادت الى زياده نفسها تمام؟ وفي عندك الانترلوكين 12 اللي حكينا عنه في البدايه، it will bind to receptor CD4, it will activate stat 4 which further enhances interferon gamma production، وبالتالي من يحفز الستات 1 انترفيرون جاما من يحفز الستات 4 انترلوكين 12 حلوين حلوين نرجع لهون هاي كمان طبعاً كلمة سيجنتر سايتوكاين يا اخوان مقصود فيها السايتوكاين الذي يفرز من هذا اللي هي ايش؟ السبست اوف تي هيلبر تمام؟ ففي عندك انترفيرون جاما واحيانا كمان هذه التي هيلبر 1 بعد ما نكون خلصت الشغل تروح تفرز لي انترلوكين 10 عشان تثبط لي الاميو ريسبونس عشان خلصت الشغل بشكل كامل تمام؟ تمام هسا التي هيلبر 2 يا اخوان شو بتسوي لي؟ طبعا هذا شفت شطر الوظائف كلاسيكال ماكروفيج اكتيفيشن او تفعيل الماكروفيجز وفي عندك اي جي جي برودكشن وتفعيل الاي جي جي بالنسبه للتي هيلبر 2 التي هيلبر 2 بشكل اساسي شو بتسوي لي بتفعل لي الايزينوفيلز
والنارسيس كمان كنت تحكي. شو عملت تي ال بار 2؟ بتروح بتهاجمني وبتدمر لي او تحفز الاميون سيلز ضد الهيلمنس ضد الباراسايتس وضد اللي مختلف اللي هي الطفيليه اللي اخذ عليها في النهايه. شو بسوي تي ال بار 2 يا اخوان؟ التي ال بار 2 بتكون في الاصل عباره عن سي دي 4 هيبر تي سيل بتيجي عليها انترلوكين 4 ويحفزها الى ان تتحول الى هذا التي ال بار 2 تمام؟ وما هي هذه الترانسكريبشن فاكتورز؟ نلاحظ مع بعض. هيو انترلوكين 4 بيروح وبسوي لي اكتيفيشن ترانسكريبشن فاكتورز اللي هي ستات 6 together with T cell signaling induces the expression of transcription factor GATA 3. فانا عندي قاعد بتحفز اني تو ترانسكريبشن فاكتورز اللي ستات 6 والجاتا 3 عشان يتحول هذا السي دي 4 سيل الى ماذا؟ التي هيل بار 2 سيل. ومين هو الماستر ريجوليتر؟ جاتا 3 تمام. ولكن مين كان ماستر ريجوليتر؟ اللي هو التي بت ترانسكريبشن فاكتور، بل هو الماستر ريجوليتر عباره عن جاتا 3 بالتي هيل بار 2. بالنسبة للأشياء اللي تفرزها هو جدا مهم يا إخوان. التي بار 2 تفرز انترلوكين 4 5 13. انترلوكين 4 بروح بسوي لي اي جي اي برودكشن وزيادة في انتاج الاي جي اي وبسوي لي ايزوتايب سويتشنج. يعني هذا انترلوكين 4 لما يروح على البي سيلز سيؤدي الى ايزوتايب سويتشنج فروم اي جي ام الى اي جي اي تمام. بينما انت في عندك ان هذا انترفيرون جاما كان قاعد يسوي ايزوتايب سويتشنج من بين ايش من بين من اي جي ام عفوا الى انت الى الميلوجلوبين جي. ولاحظ انترفيرون جاما بيحول الى اي جي جي تمام. بدا شلم انتر اللي هي انترلوكين 5. انترلوكين 5 يا اخوان بتحفز الايزينوفيزمال ماست سيلز. انترلوكين 13 جدا مهمه بتزيد اللي هي ميوكوزا سيكريشنز بتزيد الميوكوزا سيكريشنز. وفي عندك يا اخوان هي ثنتين رح نحكيهم في المحاضره 10. انترلوكين 4 و13 بيسووا لي شيء اسمه التيرناتيف ماكروفيج اكتيفيشن وهو بين قوسين كون صريحين هو انتي انفلاماتوري وتثبيط للماكروفيجز ومنع الماكروفيج يصير له اكتيفيشن عن طريق التي ال بار 1. هذا مقصود التيرناتيف ماكروفيج اكتيفيشن تمام. بالنسبة للتي هيل بار 17، التي هيل بار 17 بشكل اساسي بتسوي اكتيفيشن للنيتروفيلز وبشكل اساسي مين اضل المونوسايتس. طيب لما يجي الانسان الخلايا مين بيروح بيهاجمه؟ الاكسترا سيلر بكتيريا والله يرضى عليكم الفنجي. اذا اجاك سؤال which of the following substances is important in fighting fungi فنجي مال الفطريات، واجه الفطريات تحكي له تي هيل بار 17 تمام. ما هي الاندوسينج سايتوكاينز؟ الاندوسينج سايتوكاينز التي تحفز انتاج هذه التي هيل بار 17 اخوان جدا سهله. طلو انت فينك ديسون سايتوكاين بروديوس باي دردك سيلز اللي هم انترلوكين 6 انترلوكين 1 انترلوكين 23 وتي جي اف بيتا وهم هذول الاربع اساسيات بالاضافه الى واحد ايضا يفرز من التي بار 17 ويعتبر ايضا كاندوسين سايتوكاين الا وهو انترلوكين 21 تمام. فهذول الخمسه هم عباره عن تي بار 17 اندوسين سايتوكاين. مين اهم ثلاث؟ انترلوكين اهم اربع عفوا انترلوكين 6 1 23 والتي جي اف بيتا. اوكي التي جي اف بيتا يا اخوان بدي اياكم تفهموا شغله مهمه كثير فيه. It's produced by various cells in direct pro-inflammatory TPR17 lymphocytes when other mediators of inflammation as T-interleukin 6 and 1 are present. هسا ليش التي جي اف بيتا مهم عندنا؟ التي جي اف بيتا يا اخوان بيروح على تي هيل بار 1 وتي هيل بار 2 باثويز التي تسمع لي والله لا خي سي دي 4 انه تتحول تي هيل بار 1 تي هيل بار 2 وبتسوي لها سبريشن فهي بوتنت سبريسر اوف تي هيل بار 1 ام تي هيل بار 2 ديفرنشيشن سو ريموف ذير انهبيتوري افكت فتي هيل بار 17 بتطلع لنا. فتي جي اف بيتا بتروح بتمنع لي هاي السي دي 4 انه تتحول تي هيل بار 1 او تي هيل بار 2 فضل قدام تحول لي خليه وحده مين هي؟ تي هيل بار 17 فتتحول التي هيل بار 17. حلوين ممتاز. بيجي بحكي لك كمان معلومه انه انا في عندي الترانسكريبشن فاكتورز انا وهو كمان يعني هذول اللي هم الدوسن فاكتورز لما يجي على السي دي 4 جاما عفوا يجي على السي دي 4 هيلبر تي سيل ويجي عليها ويحفزوها تتحول تي بار 17 كيف بيخلوها تتحول؟ بيروح بحفزوا ترانسكريبشن فاكتورز في داخلها. هذه الترانسكريبشن فاكتورز بتروح على الجينات بتروح على النيوكليس بتروح على الجينات المسؤوله عن الديفرنشيشن تو تي بار 17 والتحول لخلايا تي بار 17 وتعمل على ايش؟ تحفيزها. وهذه الترانسكريبشن فاكتورز هم رور جاما تي والستات 3 ورور جاما تي هو الماستر ريجوليتر. صار في عندي انا تي بيت ماستر ريجوليتر تي بار 1 جاتا 3 ماستر ريجوليتر تي بار 2 رور جاما تي ماستر ريجوليتر لتي بار 17. بيجي بحكي لك معلومه جدا جدا مهمه تقراها سؤال في الامتحان. اذا واحد صار في عنده ميوتيشن بالستات 3 مش حكينا رور جاما تي
هو اللي هي بس لما حيمل اللي هو الماستر ريجوليتر. وفينك ستات 3 كمان ترانسكربشن فاكتور اخر مهم عندي عشان اسوي تي بي 17 ريجوليشن او اللي هي ديفرنشيشن. بحكي اذا انت صار في عندك ميوتيشن بالستات 3 ها وبطل موجود شو بيصير في عندك؟ بيصير في عندك مرض اسمه جوبز سيندروم او هايبر اي جي اي سيندروم. تمام تمام. طبعا منطقيا هذا الجوب سيندروم الناتج عن السات 3 ميوتيشن. انت اذا السات 3 صار فيها ميوتيشن يعني مش صح تقدر تنتج تي هيبر 17. ما انتج تي هيبر 17 شو يعني؟ يعني انت ما في عندك اي ديفنس ضد الاكسترا سيلولر هاي ضد الاكسترا سيلولر بكتيريا ضد الفنجي. فهذول بياخذوا راحتهم بجسمك ويسوي انفكشن. وبالتالي الناس اللي معهم جوب سيندروم منطقيا they will be susceptible to cutaneous fungal and bacterial infections. يا سلام عليك. بقيت المعلومات هي عبارة عن معلومات معادة من أشياء سابقة وأشياء جدا جدا سهلة بقراءة سريعة بتكون فاهمين إن شاء الله. ما في أي شيء مهم صراحة يعني إذا بدي يجي مثلا صفحتين الباقيات هو بيجي ممكن السؤال واحد فقط لا غير. أوكي هسه المحاضرة العاشرة نشوفها للسريع اللي هو الفيسبوك. تمام كله تمام كله تمام. أوكي اوكي المحاضرة العاشرة يا اخوان على السريع صراحة تعرفوا المحاضرة العاشرة كاملة مكملة هي عبارة عن اعادة للمحاضرة التاسعة بلا زيادة ولا نقصان. يعني انا صراحة شرحتها بشكل كامل. ايش الوحيد كان زيادة اللي هي عبارة عن الكلاسيكال ماكروفاج اكتيفيشن او الالتيرناتيف ماكروفاج اكتيفيشن. هذين يا اخوان كالاتي بتصير الكلاسيكال ماكروفاج اكتيفيشن بس هي طريقة تي هيبرونسل. التي هيبرونسل بتروح على الماكروفاج وبتساعدها انه تسوي اكتيفيشن وبصير لها تحفيز. تمام وتحفيز هذا اللي هو تي هيبر 1 بيجي بحكيلك inducing stimulation which activate monocytes macrophages to develop into functionally distinct population اللي هي microproducts for the cytokines and interferon gamma الذي يحفز الماكروفاج ان تذهب بالكلاسيكال ماكروفاج اكتيفيشن وتتحفز للقضاء على الماكروبات اللي قبالها. مين هو؟ الا وهي الميكروبيال برودكتس زي اللايبوبوليسكرايدز والمونوسايتوكاينز زي الانترفيرون جاما المفرز من هذا التي هيبر 1. تمام ممتاز. وبيجي بحكي لك انه بسم الله الرحمن الهوست ديفنس انه ايش وظيفه اللي هي كلاسيكال ماكروفاج اكتيفيشن. بصير في عندي ماكروبي سادا الافكتس اللي هي بكتيريا ضد اللي هي رياكتيف اوكسجين سبيشيز والنيتريك عن طريق اللي عفوا رياكتيف سبيشيز والنيتريك اوكسايد ولايزوزومال انزيمز. بالنسبه للتي هيبر 2 بتروح بالالتيرناتيف ماكروفاج اكتيفيشن وسموه الالتيرناتيف لانه عارفين هي طريق اخر مختلف عن كلاسيكال 180 درجه. It is an anti inflammatory تثبط جهاز المناعه يا اخوان. فانا عندي التي هيبر 2 بروتوفيز اللي هي انترلوكين 4 وانترلوكين 13 زي ما حكينا وهذول الثنتين بيفعلوا لي الالتيرناتيف ماكروفاج اكتيفيشن باثواي. لما يفعلوا الالتيرناتيف ماكروفاج اكتيفيشن شو بيسووا هم حرفيا؟ They suppress classical activation as interleukin 4 stimulates production of cytokines such as interleukin 10 and TGF beta which inhibit T hyper 1 development and function. فهذول اخوان انا عندي شو بيسوون حرفيا؟ انا عندي هذا الانترلوكين 4 لما ينتج ولما يفرز it will stimulate the production of T interleukin 10 و TGF beta. وافراز هذول الانترلوكين 10 و TGF beta هذول الاثنين يعتبروا immunosuppressants ويعتبروا مثبطين لجهاز المناعة. شو بروح بيسووا؟ they will inhibit T hyper 1 development and function بثبطوا وظيفة T hyper 1 عندنا في جسمنا. حلوين؟ فلما ثبطت T hyper 1 ببطل في عندي classical macrophage activation وببطل في عندي classical اللي هي اكتيفيشن الماكروفاجز انه تروح تدمر الماكروبات المختلفه. فهون لما اثبت جهاز المناعه وتسوي انتي انفلاماتوري افكت اخوان بسوي ان هون تيش ريموديلنج وريبير وفايبروسس للي الاضرار سوتها هاي الماكروفاج قبل هيك. وبقيت في معلومات باقي لكم حرفيا هي اعاده للمحاضره التاسعه وحتى في نهايه المحاضره العاشره برجع بس بحكي لك اللي هي معلومات عن الناتشو كيلر تي سيل والجاما دلتا تي سيل. فلو قراءه سريعه لها وركزوا لي ها ركزوا لي على البرنسبل ميكانيزم سبت الكيلينج. ركزوا لي بسم الله الرحمن الرحيم على اي فيكتور فانكشنز على الاكشن سبت الانترلوكينز كل واحد شو بتسوي. يعني احنا هيك ولا انت على اللي هي على اللي تي هيل بارسلز سواء كانت 1 2 او 3 او 17 كل واحد الانترلوكين تبعتها ايش بتسوي راح يجي عليها اسئله بلاوي هاي الشغلات. وقلنا قلت لكم الكلاسيكال والكلاسيكال والالتيرناتيف ماكروفاج اكتيفيشن وهذا الجدول بيلخص لنا كل شيء.
تمام بالنسبه للهيتير بروتين بروتين سمتين بالتفصيل من طبعا هي تفصيل من الموجود في الشرح فوق وهذا تلخيص لكل شيء موجود عندنا. هيك احنا بنكون شرحنا المحاضرات. هسه اللي بدي يا اخوان اورجيكم اياه ايش هو. هسه بدي اجيب صراحه بس اول اربع محاضرات شرحهم لن يفيد وانما يعيب عشان هي عباره كيسات في النهايه. فراح اورجيكم هيك مثلا كيسين ثلاث انه بس اورجيكم كيف طريقه قراءتهم. تمام ملوكي اوكي هسه اخوان مثلا هاي عباره عن سؤالين سنوات كان الدكتور جايبين قبل هالمره للي هي ايش في وتين وانا اجابه السؤالين وسؤالين من النت يعني حرفيا اثناء الامتحان لو اجاكم كيس كثير طويل وقدمتوه على النت على الاغلب على الاغلب يطلع لكم عشان بالاخر يعني هاي سؤال من الكتاب تمام. فمثلا هذا السؤال بحكي لك مثلا نشوف بالله على السريع بس أفضل بس ثانية مثلا هذا السؤال السنوات اللي إجاهم بحكي لك at 15 months of age a child received measles, mumps, or rubella vaccine واحد صغير أخذ فاكسين طيب شو بيهمني at age 22 she is living with a family in Mexico that has not been vaccinated and she is exposed to measles. أنت لازم تحلل وتفهم الكيس مش إنك تحفظه يا إخوان. بحكي لك واحد وهو صغير أخذ فاكسين ضد الميزلز ضد المامس ضد الربلة وهو عبارة عن بكتيريا ومختلف أجزاء البكتيريا تمام. بحكي لك على عمر ال 22 هاي اللي هي المرأة اللي كانت طفلة أخذت الفاكسين على عمر 22 راحت عاشت مع عائلة في المكسيك وهذه العائلة قد تعرضت للميزلز. بحكي لك despite the exposure she does not become infected يعني هذا اللي متعرض للميزلز كل العائلة صار معها ميزلز ولكن هو ما صارش معها ميزلز she is not infected which of the following properties of the adaptive immune system is best illustrated by this scenario. احنا طلعنا واحدة أخذت فاكسين وواحدة صار معها انفكشن او تعرض لبكتيريا ولكن جسمها لم يعمل اي ايش اي يعني واجه البكتيريا بشكل سريع جدا وهذا اللي هي البكتيريا لم تؤدي اي انفكشن. شو المقصود هذا الحكي؟ انه جسمها متعرض لانتجه قبل هالمره ومكون ايش؟ ميموري سيلز. فالجواب كان بكل بساطه عباره عن ميموري انه والله جسمها كان مسوي ميموري سيلز الذي ادى الى انه والله الميموري سيلز تروح تواجه هاي الميزز وتقضى عليها بكل بساطه. وانتم يا اخوان مش راح تكتبوها كتابه راح تكون الخيارات قدامكم كثير مبينه. نوخ سؤال ثاني مثلا هاي كمان سؤال اظل اسئلة عادية دقيقة بس هون A vaccine administered in the autumn of one year may protect against the prevalent strain of influenza virus. بحكي لك اذا انت اخذت فاكسين اللي هي في خريف احد السنين هذا سيحميك من السنة بتاع الانفلونزا that originated in Hong Kong that same year. يعني مقصود انت اذا اخذت فاكسين لهذا اللي هو ايش ضد الانفلونزا فيروس راح يحميك هذا الفاكسين هذا الانفلونزا فيروس only for that year in the same year لاحظوا but it will not protect against another strain of influenza virus that originated in Russia. يعني انت يا اخي مثلا احسن مثال لما اعطيتك انا فاكسين ضد انفلونزا فيروس طلعت بهونج كونج هذا الفاكسين اعطيتك اياه عشان يحميك من انفلونزا فيروس طالع من هونج كونج ولكن هذا لن يحميك من انفلونزا فيروس طالع من مكان اخر زي مثلا بروسيا. ليش؟ لانه احنا بنعرف بانه احنا في عندنا بعض انواع الفيروس وهي طبعا باي ذا واي هذا السؤال اجاهم على السكند وكان في فتره السكند تشمل اللي هو بعض من المحاضرات المد مع بعض محاضرات الفاينل. احنا يا اخوان الفيروسز الانتيجز الموجوده على سطحها تستطيع في بعض الاخيار في بعض الاحيان ان تغيرها وهاي راح ناخذها ان شاء الله في محاضره 15 في التفصيل ومل من محاضرات الفاينل. فانت عندك هذا الانفلونزا فيروس موجود في هونج كونج بدك تعتبره كانه عباره عن جسم اخر وميكروب اخر مختلف 180 درجه عن ايش؟ عن الانفلونزا فيروس موجود ايش؟ في رشا. فانت بما انه جسمك تعرض لهذا الانفلونزا فيروس مفروض انه يواجه الانفلونزا فيروس فقط اللي هو موجود في هونج كونج.
ولكنه لا يستطيع ان يواجه الانفلونزا فيروس موجود وين في روسيا. ليش؟ لانه جسمي لما سوى الميموري سيلز سواها بخاصيه كبيره ضد هذه الانفلونزا فيروس وضد انتجين معين على الانفلونزا فيروس، ليس هذا الانتجين موجود على هذا الانفلونزا فيروس الموجود وين في روسيا. فانت بكل بساطه بيجي بيحكي لك الفيلم الستريس بوتش بروبرتي اوف ذا اداتيف اميون سيستم، انه والله انا الاميون سيستم والميموري سيلز اللي عندي راح اتعرفوا على نوع انتجين معين ولا ما يتعرفوا على انتجين اخرى، شو نسميها؟ سبيسيفيستي يا اخوان، ولا في اي شيء. فالكيسات والله العظيم هي تعتبر اسهل شيء بالدنيا، تمام؟ وعشان السياد زي ما حكيت لكم معظم اسئله الكيسات راح تلاقوها من الكتاب، فاحيانا ثاني انت ممكن وقت تقولوا تحطوها على النت ويطلع معكم جواب على طول. فهيك اتوقع نكون خلصنا اللي هي تقدر تبعث ملف السنوات والكيسات. الملف السنوات موجود ونبعث بسم الله الرحمن الرحيم، حطيت فيه بوست يعني وموجود اللي هي البوست. الملف الكيسات اذا حابين تطلعوا كيسات اطلعوا على كيسات اللي هو اللجنه منزلينهم اللي هو فريق التكنيشن تبع اللي هو العلم تبعهم فريق الاكاديمي تبعهم عشان ينزل كيسات. الكيسات تبعتهم صراحه في كثير منها ربنا الله كثير منها مفيده، ولكن في كثير منها راح تلاحظوا انها مش مطلوبه معكم. فحتى لو لقيت كيس انه مثلا ما عرفتش تحله عادي مش مشكله، تقلقش انه مش عارف، لا عادي عادي، بس اللي حابين تتدربوا على الكيسات تعرفونا على السريع. وهيك نكون خلصنا، ويعطيكم ألف ألف عافية.